مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم ولقاءنا المتجدد مع ما وراء الاحداث وحلقه النهارده الجمعه 4 مايو 2018. المفروض عندنا اخبار حلوه النهارده، بس شويه تم استقبال الاخبار دي بشكل يعني متفاوت نتيجه للصيغه اللي موجوده بالنسبه لميراي جرجس. والدها بعد ما كان قافل صفحته وبعد ما كان يوم 29 ابريل الشهر اللي فات على لسان نجيب جبرائيل محامي كان قايل انه يا جماعه خلاص بنقفل الموضوع ده ومش عايزين اي كلام في الاعلام، وقفل صفحته هو وبنته وانهم مش هيتكلموا ولا هيردوا على اي تليفونات والكلام ده كله. فوجئنا الحقيقه بانه النهارده الصبح حاطط الصفحه، اتفتحت صفحه والدها الاستاذ جرجس وكاتب على الصفحه انه دي كانت في الكومنتس، دي كانت في التعليقات، الصوره الثانيه اللي هي البوست نفسه اللي كان حاطه: بالنيابه عن اسرتي اتقدم بالشكر الى السيد الرئيس الانسان واشكر قداسه البابا توادروس واشكر تفاعل وتعاون جميع الاجهزه الامنيه. ميراي بخير، ميراي بخير ولا صحه لما تردد من كافه الاشاعات التي اطلقها بعض الحقوقيين وتوقعات الساده الصحفيين. ارفض اي تدخل اجنبي بعد اهتمام السيد الرئيس. هذا البوست يعني على طول يتفهم انه ماشي، وما قالش ورجعت البيت، بس ان مراي رجعت، ما باباها بيشكر الرئيس، بيشكر معنى الشكر ايه؟ بيشكر قداسة البابا وتفاعل وتعاون جميع الاجهزة الامنية. لو احنا بنفسر الجمل دي كلها ونيجي نقول البنت بخير وما فيش اي الشائعات اللي تم اطلاقها كلها غلط، يبقى مراي رجعت. يعني ممكن البعض يقول لك لا، ما هي ما رجعتش، هي لسه دلوقتي هو ما قالش هي فين، ما قالش انها رجعت. طبعا احنا حاولنا نتواصل معاه استاذ جرجس ومع مارينا اخت مراي، ما حدش رد واحنا متوقعين. بس وبعد كده طبعا لما الناس قعدت تبارك له في البوست، انا برضو معلش لو ممكن نفتح الصفحه نفسها بتاعت استاذ جرجس، اكون شاكره ليك زميلنا، واعتقد ان احنا كان المفروض البوست بتاع الصفحه نفسها بتاعته موجوده، على اعتبار انه زي ما بنقول انه هو في يعني بعد كده راح كاتب اللي هو الناس بقى بتهنيه وبتقول له مبروك وكده، راح كاتب الصوره اللي احنا كنا من شويه اتعرضت دي اللي هو بيشكر فيها، اللي هو كان بيشكر فيها واشكر كل الناس اللي ساعدتني وتفاعلت معي والاباء الذين لم يكفوا عن طلب الصلاه من اجل سلامه ميراي ورجعوها الى حضن اهلها بخير بخير، الله يحافظ على اولادكم جميعا ولا يريكم فيهم شرا. كلام بقى كتير لدرجة حتى كلام عندنا برضو على الصفحة: يا جماعة نحن جهة بتنقل لكم الأخبار، أنا مش عايشة مع الأستاذ جرجس ولا مارينا في بيتهم، ولا أنا عايشة في سوهاج، ولا أنا عايشة في معاهم عشان يعني، ولا أنا عايشة في مصر. واللي بيقول لي أنت من يا جماعة، ما هو إحنا دلوقتي بناء على إيه؟ لما نشوف أي حد يشوف الكلام ده قولوا لي، هتفرحوا ونقول حلو وخبر حلو وإنها رجعت، ولا مش خلاص اللي عايز ياخده إنها رجعت أوكي رجعت، اللي عايز ياخده لا 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 ما رجعتش خدوه ما رجعتش براحتكم خالص اللي عايز. لكن وسؤالنا بقى احنا، ايوه نفس الكلام هو انتوا تفضلوا تقرفونا، عارفين الجمله دي لما بتتكتب واحد بيزعل قوي، تقرفونا انها اتخطفت ولما تيجي ترجع تقولوا لنا رجعت وخلاص، احكوا لنا القصه وقولوا كل حاجه، لا اما هنعمل لكم بلوك للصفحه، لا اما ان انتوا مش احنا مين؟ والدها صفحته معروفه وهو فاتح للبابليك وهو اللي كاتب هذا الكلام، وناس كتير على الصفحة يعني تمام كده، وناس كتير يعني بليز يعني اهو البوست اهو بالنيابة من 12 ساعة دلوقتي، كان الصبح بتوقيت مصر او يعني الساعة 10 تقريبا كده بتوقيت القاهرة ولا حاجة. طيب يعني والناس بتبارك له، معلش هات بعض التعليقات يعني معلش تمام، وناس كتير بقى وكاتبين وخلاص يعني يا جماعه صفحته معروفه اسمه الاستاذ جرجس صبحي، اللي عايز يوجه له اي كلام، اللي عايز يقول له لا قول لنا الحقيقه كلها، قول لنا البنت كانت فين، قول لنا رجعت البيت ولا ما رجعتش، طب هي فين دلوقتي، انا اعرف منين يعني انا اعرف منين يعني اهو الحمد لله على سلامه مراي، ما حدش ليه الحق انه يعرف ازاي اختفت وازاي رجعت، بلاش تطفل، واذا الاساتذه اللي كانوا مهتمين وبيقدموا محبه ناسيين ان محبتهم وقلقهم ده بدافع انساني فقط، يبقى يا ريت يسكتوا افضل، وبلاش تكونوا نكون هم وحمل على الاسره، وخلينا نشاركهم فرحتهم. انا تعبت منكم صدقوني تعبت يعني بجد فعلا، وانا اسفه اني بقول كده، انا تعبت من التعليقات اللي بتبقى من بعضكم
اللي هي فيها إهانة لبعض، احنا بنهين بعض على فكرة وبنجرح بعض، احنا كمسيحيين مع بعض، مش دعوة بأي حد طرف تاني، احنا مع بعضينا. إهانات وأسلوب غريب، وبيرقى الامر انه نشتم بعض، يعني لو حد مختلف في الراي مع حد تلاقي حد التاني بيشتمه، وده موجود. ادخلوا في التعليقات عندي على الصفحه، وادخلوا في التعليقات عند بابا ميراي برضو، وشوفوا اللي مكتوب. النهارده احنا جهه اعلاميه، لا جهه تحقيق، ولا انا معاهم في بيتهم، ولا انا عارفه الدنيا ايه. ولو عندي معلومات احيانا مش بتبقاش معلومات، لو حد بيبعت لي حاجه بلاقي بعد شويه بسيطه حد بعت لي حاجه تانية، حد يبعت لي ان مراي مش عارف فين، وحد يبعت لي بعد شويه يقول لي مراي فين في تاني، مختلفين متناقضين مع بعض تماما، وبالتالي دي ما تعتبرش معلومه. واحنا اتفقنا كلنا مش هناخد اي معلومات في هذا الموضوع والشان الحساس غير من مين؟ من والدها واختها، وهو والدها اللي كاتب كده. ما ردش علينا عشان يقول لنا المزيد، ما ردش. طب نعمل ايه يعني؟ هو ما ردش، يعني مش عايز يقول حاجة، وكاتب برضو غالبا حد تاني كان قال ان هو في وسط التعليقات الكتير دي كلها كان كاتب برضو انه محد يعني من فضلكم انا مش عايز اقول حاجة تاني اكتر من اللي انا كتبته. نحترمه، نحترم ده، نصلي من اجل استكمال الدنيا وان مراية ترجع بيتها وفي حضن ابوها وامها بالسلامة. هي فين دلوقتي؟ انا عارف، انا ما اعرفش، صدقوني ما اعرف يعني بجد. بالظبط، يعني احنا بنقول كده يا جماعه، فمن فضلكم. وحد متصل بيقول ان احنا اللي بنعمله ده صح، انها رجعت ونفرح انها رجعت. كل الناس كنتوا بتسالوا، الناس بقى اللي قاعده تطول لسانها شويه وانتوا مش عارف ايه، وتبتدي توصل الامر لاسلوب جارح واسلوب مش لذيذ وتكهنات. انا اسفه مش رد عليكم، معلش راجعوا نفسكم شويه. وكذا مره بقول تجربه صعبه، يا رب ما يوقع اي واحد بيكتب اي كلمه فيها، ولا حتى حط نفسك مكان الموضوع. ممكن انت كأب كأسرة لما بتبقى زي اللي بيتمثل بيقول الايده في ميه مش زي الايده في النار، لما تبقى جوه الموضوع حضرتك وتبقى في بعض الامور مش عايز تحكي في تفاصيل، ما انا برضو مش هجبرك انك تحكي. انا كإعلامية بيلوموني بيقولوا لي اي ازاي انت تقولي الكلام ده، ازاي تقولي نشكر ربنا انها رجعت ومش عايزه تعرفينا. انا مش عايزه اعرف، انا ببقى فرحانه ان البنت رجعت، ما بسألش على تفاصيل. اللي أنا بعمله برضو كبرنامج وإعلام وإعداد إن إحنا بنتصل بوالدها والأسرة وكلام، عايزين تتكلموا؟ لا إحنا أسفين ما فيش عندنا مش نقدر نتكلم في تفاصيل، ما عندناش تفاصيل، مش هنقول تفاصيل، بلاش ما عندناش، وما عندهم، لكن مش هنقول تفاصيل. أنا أعمل إيه بقى؟ يعني المفروض إن أنا أجبرهم على إنهم يتكلموا؟ طبعا لا، براعي وبقول لهم ألف مبروك، حمد لله على سلامتها، ربنا يكمل على خير وترجع وسطيكوا بسلام. اللي عايز اكتر من كده، والدها موجودة صفحته، حضراتكم تكلموا معاه، تفاعلوا معاه، شوفوا هيرد عليكم ويقول لكم ايه. طبعا في وسط الكلام ده كله برضو نلاقي مثلا بعض الاشارة الى انه كان في حديث بينه، عشان جملة نرجع تاني للصورة، الجملة بتاعت نرفض التدخل الاجنبي، في البعض قال انه اصله هو كان تواصل مع حد نشط حقوقي بره مصر، وانه كان بيقال انه كلمه وقال له انا مش عارف اعمل ايه، فراح قال له ما عندكش غير حل واحد انك تعمل تظاهرات، وحتى طريقه لبس الستات في التظاهرات تبقى اللبس الاسود ومش عارف ايه، وانه خلي بالك تليفونك ممكن يبقى مراقب، وان احتمال يجي لك تليفون بعد ما تخلص المكالمه معايا. واتقال تعليقا على هذه الصيغه، انا برضو هنا بقول ايه؟ بقول متداول، لكن ايه حقيقه اي حاجه؟ ترجع لكل واحد بيقول ايه. قال لك انه كلمه ارفض اي تدخل اجنبي بعد اهتمام السيد الرئيس دي اشاره لشيء ما او رد على حاجه ما. انا برضو ما اقدرش اجزم باي شيء، كل اللي انا شايفاه قدامي ان ده خبر حلو حقيقي، وانه معانا هنا اسم الرئيس وبيشكره، ومعانا اسم قداسه البابا وبيشكره. ده يطمني الحقيقه، يعني انا كمنى مش كمذيعه فرحانه، يعني انا فرحانه يعني الحقيقه، ما عنديش مشاكل، ما عنديش حاجه، ما عنديش ان انا مش بسال، يعني مش عايزه، ما عنديش تساؤلات، يعني يا رب يكمل على خير وتفرح بيها وسط بيتك، وربنا يعني زي ما بنقول يزرع السلام والمحبه والاستقرار وسط كل اسره كان عندهم بنت اختفت ايا كان اسباب الاختفاء ورجعت لهم تاني. ربنا يحميهم، ربنا يحافظ عليهم كلهم كاسره، ربنا يديهم الحكمه في التعامل. ده اللي اقدر اقوله، ما عنديش كلام اكتر من كده. فاللي عايز بقى يعمل بلوك للصفحة، اللي عايز يلومني ان انا ما بقولش حاجة براحته،
ده الكلام اللي عندي، ما عنديش اي معلومه حقيقي، ما عنديش اي معلومه، كله زي ما حضراتكم تسمعوا كلام كتير انا بيجي لي الكلام الكتير ده. هل دي معلومه؟ لا. عشان اخد الكلام اخده من مين؟ من والدها، مش اكتر من كده. أتمنى نستمر في الصلاة، نتابع صفحة الأستاذ جرجس ونتابع الأخبار ونطمن. وطبعا في ناس بتقول لك لازم تطلع بفيديو برضو، ده يرجع ليهم هم كأسرة، كونها ترجع تطلع تتكلم، نشوفها في صور وسط أسرتها أيا كان وإمتى، برضو أنا ما أقدرش لحدد ولا أقول ولا أي حاجة. الموضوع ده برضو لأنه زي ما بقول لكم، يعني أنا برضو إيه، بتلاقي الكلام من يمين وشمال، ومن الإعلامي محمد الغيطي برضو أبص تلاقي بيفتح الموضوع وبيثير الأمر علي أنا، وإني أنا كأني بقول قصة إنهم مخطوفات، وبيقول أحذرك، أحذرك من إنك أنت تتناولي هذا، لما تتناولي هذا الموضوع إنك تثيري فتنة. أنا برد عليه بقول له أولا أنا دايما أكتر واحدة بقول في موضوع اختفاء الفتيات ده اختفاء وليس اختطاف، دي نمرة واحد. هو حتى ما كانش يعني واضح انه مش سامع حلقاتي، واضح انه بس يعني فريق الاعداد طبعا، وقال لك ان هي تناولت الموضوع. اه طبعا تناولت الموضوع، لان دي قناه مسيحيه لازم اتناول شان اخواتي، فبالتالي تناولت. معلش فيديو لغيتي بعد اذنكم عشان بس نعرض الجزء الخاص اللي اتكلم فيه عني. وانا طبعا بقدر ان هو كان برضو قال بعض الاتصالات من الناس كانت يعني صعبه شويه، لكن قال ان انا يعني كنت بتناولت الموضوع شويه بشكل يعني محايد، ولكن ما عجبنيش اسلوب ان انا بحذرك. بتحذرني من ايه؟ انا بعرض الموضوع زي ما هو وكل الناس متابعيني. قال برضو في الاول انا عارف انك وطنيه، انا وطنيه حتى النخاع، والا ما كنتش اتكلم عن بلدي. وانا زي ما انا قلت قبل كده، الحلو بقول عليه حلو، اللي فيه تقصير بقول عليه تقصير، لان هو ده دور الاعلام ودورنا احنا. لما يبقى عندي كنايس ما اتحلتش مشكلتها اقول، لكن لما الرئيس بيعمل حاجه حلوه بقول وبشكره عليها. فبالتالي احنا في توازن، وان ده دور الاعلام. لا انا بطبل على طول الوقت، ولا انا بنقد على بنقد نقد، في نقد، في حاجه اسمها نقد، مش هدم ولا اثاره فتنه ولا. فانا حبيت بس، هو على فكره الفيديو ده ليه فتره، وكان كذا حد قالوا لي ردي على الاستاذ محمد الغيطي. انا زي ما بقول له معلش تابعني وشوف كل حلقاتي في تناولي الموضوع اختفاء الفتيات. انا دايما حريصه على كلمه اختفاء. الاهل يقولوا خطف ده براحتهم، انا ما اقدرش احجر على كلام الاهل، وبناء عليه. وفي نفس الوقت مش حضرتك، معلش انا اسفه، لغه احذرك دي ولا بحذرك، انا برفض هذه اللغه حتى في التعامل بيننا كزملاء. ما ينفعش تقولي بحذرك، لانه انا عارفه شغلي كويس وعارفه ايه الكلام اللي انا بقوله، وبحاول ان انا اكون مدققه جدا في كل كلمه، وفي نفس الوقت بحب بلدي، بحب كل الخير لبلدي، وبحب اخواتي المسيحيين، وبزعل قوي لما بنت تختفي وببقى وراها. وزي ما بقول رسالتي للاسره، للكنيسه، للدوله، وكلها رسائل بحس ان احنا في النهايه عايزين مصر تبقى عايشه في سلام، ومش عايزين اي حاجه تنغص علينا عيشتنا، ولا ان هي الحاجات دي نفسها هي اللي ممكن تثير فتنه، مش ان احنا ولا انا اللي اثير الفتنه. نسمعوا حضراتكم، وانا رديت عليه معلش قبل ما تسمعوه، اسمعوه ده كده هيقفل لنا موضوع ميراي. انها ميراي ان هم ما عرفوش لغايه دلوقتي، ما قالوش حقيقه، يعني ما قالوش انها حد هددهم، حد طلب فديه، البنت اختفت. طب ما هو وارد جدا انها تكون مشيت مع فعلا شاب، سواء بقى مسيحي او مسلم، شاب وخلاص واختفت وسابت البيت، وارد جدا. وده اتقال في يعني حتى قالته الدكتوره منى رمان. لكن انا ما عجبنيش المداخلات امبارح، واقول امبارح مشغلين بقى بعض القنوات على الايه، على حكايه دي، اختفاء القبطيات اختفاء القبطيات اختفاء القبطيات. ما ينفعش، انا كده بعمل فتنه بجد من خلال هذا الاعلام. الحاجه الثانيه، انا عندي في الشرقيه ولد استدرك بنت مسلمه، وبعد ما فشل في انه يغتصبها او اغتصبها موت قتلها شهيده. و اللي عجبني بقى ان والد الفتاه، لانه هو جارها في نفس الشارع، هو اللي راح قدمه للبوليس وقال لهم انا حزين ان ابني ما رعاش حقوق الجيره، وقدمه وقال للبوليس انا عايزه يعدم زي ما قتل البنت. ده الاب المسيحي الشرقاوي من الشرقيه، مش كده؟ واعدم الولد الاسبوع اللي فات، حتى نزلوا اصحاب البنت الشهيده بسمه، اسمها بسمه، يا شباب هاتوا لي كده. طيب نشوف الفيديو اللي يعني يبرد نار اهلها، لانه الولد اعدم الاسبوع اللي فات بعد ما قتل
طالبة، كان طالبة في كلية إعلام جامعة الزقازيق، بسمة، نشوف كده. هو الجزء ده يمكن يعني متطرق ليه لأنه كان بيحاول يعني يخلط الموضوعين مع بعض، لكن معرفش لو الجزء زميلتنا في الإعداد بس الجزء الخاص بالتحديد اللي هو اتكلم وجاب صورة البرنامج وقعد يتكلم، ولما قعد يقول لي يقول بحذرك، فلو قدرنا نجيب الجزء ده يا ريت، لأنه زي ما قلت لحضراتكم انه المفترض ان هو الكلام ده اللي احنا بنعتب عليه او يعني برد عليه. هو الفكرة انتشر على مواقع كتيرة قوي ليه كذا يوم الكلام ده، واعتقد انه هذا الامر يعني زي ما قلت يعني انه ما ينفعش الاسلوب يكون بين الزملاء، واحنا من واجبنا يعني كقناة مسيحية ان احنا بنهتم بامور اخواتنا اللي كتير جدا احيان كتير بنلاقي الاعلام ما بيهتمش خالص بيها، وفي نفس الوقت بنقول احنا حتى لو كان ايه اللي حصل مع بنتنا بنحاول ان احنا نرجع بنتنا، اذا كانت في اي احداث حصلت زي ما هو برضو بيحاول هنا مفيش مشاكل ان احنا برضو بنتكلم على عادي انه يبقى في شخص مسيحي ويخطئ او يقوم بجريمة ما، وانه زي ما هو كان بيقول كده والده هو اللي يقول سلموه للمحاكمات، طب ما ده عادي، ده بيحصل طبيعي جدا وملوش علاقة انه يختلط هذا الامر بملف الفتيات. يعني ملف اختفاء الفتيات ده ملف، وقصة انه يكون في مسيحي يعمل جريمة، طب ما احنا دايما ما احنا عندنا اليهوذا سلم المسيح عادي، بنعترف انه في عادي جدا انه يكون في الشيطان استغل اي ناس مسيحيين اي بشر، يعني عادي جدا ان اي حد مسيحي يقوم بجريمة ما يعني. فهي دي بس الفكرة، واعتقد انه لو يعني لو الفيديو يعني يمكن كان الحته الجزء الثاني المقطوع يمكن ما كانش في الحته دي من الفيديو، هم طبعا عارفين ال تي سي بيقعدوا يقطعوا الفيديوهات بتاعتهم، فلو احنا اثناء الحلقه قدرنا نجيب الفيديو اللي هو فيه الجزئيه بتاعت انه كلامه اللي بيوجهه ليا هنجيبه، ما قدرناش. انا قلت لحضراتكم ناس كتير على فكره شافوه، حتى انا قالوا لي وهو كان على الهواء لقيت الناس بتقول لي الكلام ده، كان يمكن من حوالي 4 أيام أو أكتر، يعني لا يمكن من حوالي 5 6 أيام عموما، تقريبا يوم الاثنين بالتحديد. المهم خلينا نكمل لأن احنا عندنا برضو مش عارفة قدرنا نوصل لحد من قريب فيفيان ولا لا، دي حالة تاني. حالة تاني برضو اتكتب عنها انه يا جماعة فيفيان اختفت أول امبارح، كانت رايحة فيفيان عادل يوسف من قرية دفش، طالبة بالصف ده تبع سمالوط ومتزوجة، اتجوزت من حوالي 15 يوم، ولما اتجوزت راحت ونقلت أقامت في المناهرة. المناهرة دي برضو قرية وحتى مشهور في أبونا عبد المسيح المناهري في الكنيسة بتاعته هناك. المهم إن هي راحت عاشت في المناهرة تبع مركز مطاي في المنيا، بتبعد عن سمالوط حاجة بسيطة. فالمفروض ان هي كانت هي في ثانوية عامة وكانت رايحة علشان تاخد رقم الجلوس بتاعها من المدرسة اللي هي مدرسة التجارة بنات بمركز سمالوط، وكان جوزها معاها يعني بيوصلها، واتقال ان هو قال لها طب ادخلي هاتي رقم الجلوس وانا هروح اشتري شويه طلبات ولغايه ما ارجع لك. لما رجع وما لقاهاش دخل المدرسه وسال عليها الناس اللي في المدرسه وقالوا له ان احنا ما شفناهاش، عمل محضر بالواقعه بمركز شرطه سمالوط واخطر النيابه لمباشره التحقيق، وبعدين النهارده قالوا ان هم لقوها تايهه في مصر. وفي جزئيه برضو في القصه يعني تم التركيز عليها ان هي كانت لابسه الذهب بتاعها، ذهبها العروسه، فبيبقى في شبكه، حضراتكم عارفين تقاليد الصعايده والصعيد وكده بانه بيبقى في شبكه بقى، وهي بعد كده برضو وصلنا من ناس طبعا ناس كتير قعدت تتكلم في الاول قال لك القصه دي غريبه، لا هنا برضو اتلقت الحمد لله نشكر ربنا، بس في تضارب في الاقوال برضو حوالين انه ليه المدرسة قالت ان هم ما يعرفوش عنها حاجة بالرغم انها المفروض انها دخلت تجيب رقم جلوسها، ايه اللي ودها مصر. حاولنا برضو نتواصل مع والدها والمفروض ان احنا
برضو كانت أغلبية المعلومات بتجيلنا من ناس من القرية عندها. في الأول برضو كان في تشكيك في الموضوع، وكاد حد رد وقالوا أيوة البنت دي من عندنا، احنا عارفينها من دفش، وهي بالفعل حصل الموضوع ده، وبالفعل هي كان جوزها بيوديها، والمفروض انها متجوزه من 15 يوم ومفيش اي حاجه وتمام، يعني واحده متجوزه ومبسوطه والكلام ده كله. فالحمد لله رجعت. مش عارفه اذا كانت ميريت او والد فيفيان حد منهم معانا يا ترى ولا لا، بحيث ان احنا لو كنا نفهم تفاصيل اكتر. ولكن في النهايه لانها هنا داخله ناحيه انه برضو لقوها مرميه هو على طريق القاهره، والناس كانت بتقول ان هي كانت مخطوفه عشان الذهب اللي كانت لابساه، ولا في سبب تاني، وهل هي بخير. ده الديالوج اللي كان على البوست اللي احنا كنا منزلينه عندنا، على انها يعني كانت زف خبر عودتها. كان مايكل روجي هو اول حد الحقيقه زفلنا الخبر، وبرده ناس تاني من القريه طمنونا الحمد لله انها رجعت. زي ما بقول لحضراتكم برده الحمد لله هي رجعت. معرفش ردوا عليا، طب زمايلي بعد اذنكم هل هنقدر نتواصل مع حد ولا؟ طيب بحيث ان برضو لو في تفاصيل اكتر يحب يتقال، لان هنا مثلا لو هي برضو كانت المفروض انه مثلا يبقى في نصيحة، لو كان الموضوع بسبب الذهب فهل ننصح. هو عموما الفكرة انه في الوقت ده برضو بيقول لك نتيجة، لانه سواء بقى مش فكرة مسيحية ولا مسلمة، سواء الفكرة انه الواحد ما يبقاش لابس ذهب، اي واحدة ما تبقاش لابسة ذهب كتير، في حاجات كتيرة نصايح عشان الحاجات اللي بتحصل ما هياش برضو ليها علاقة هنا بالقصة انه يعني قصة طائفية. فده بالتالي هو الامر. طيب احنا ما عرفناش نتواصل مع حد من اهلها، ولكن زي ما بنقول برضو الحمد لله على سلامتها، ان شاء الله تكون الامور بخير وتكون هي بخير. وانه لو برضو في تقدروا تقولوا لنا اي تفاصيل اكتر تبقى خبره لحد تاني اهلا وسهلا، مش هتقدروا برضو اهلا وسهلا. ده بالنسبه برضو انا بخاطب اسرتها، ما انا ما عنديش معلومات، المعلومات كل الناس اللي جابوها هي اللي قلناها لحضراتكم دي وخلاص على كده. وبنشكر ربنا، وزي ما بنقول حتى لو احنا اعلنا عن حد وانها بترجع بنفرح جدا، نشكر ربنا زي ما اعلنا كان برضو على شباب الفتره اللي فاتت، ولسه الحقيقه ما اطمناش على حتى يوسف اللي كان من كنيسه حلوان رجع ولا لا، ومحدش بعت لنا لسه. لكن عموما زي ما بنقول في الشأن ده بنصلي من اجل كل الفتيات المختفيات، من اجل الاطفال المختفيات، من اجل الشباب المختفي، من اجل اي حد، مصريين عموما مختفيين، لانه حتى بيتم الاعلان عن كتير اطفال يقول لك الطفل ده والدته هتموت عليه، الطفله دي، بغض النظر عن الطائفيه. ملف بس البنات ده جزئية مختلفة، لكن أي حد ممكن يتعرض لأي حالة سرقة، لأي خطف، ربنا يحمي كل ولادنا، ربنا يحمي الكل. موضوع إذا كان في موضوع الأعضاء وتجارة الأعضاء، أنا مش عايزة أخوف أي حد، بس إن شاء الله يعني حاولوا إن إحنا تبقى دايما عينينا على ولادنا، وربنا يحافظ على الكل. اوكي ده بالنسبه للموضوع ده. في عندنا برضو القصه الثانيه بالنسبه للمبادره المصريه تنتقد قيام اجهزه الدوله بغلق كنائس، ويمكن طبعا احنا حضراتكم عارفين دور المبادرة المصرية في الموضوع ده، الحقوق الشخصية، وكثيرين الحقيقة بيطالبوا بقصة الكنائس اللي قدمت أوراق لتقنين أوضاعها، وبنبص نلاقي السيناريو هو هو. أنا كل حلقة ليا فترة قاعدة بكرر الكلام ده، معلش احتملوني، عايزين حل، يا رب يكون في تدخل وحل إن شاء الله، لأن إحنا عندنا دلوقتي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جمعوا 14 كنيسة منذ صدور قانون بناء الكنائس، كانت بالفعل مفتوحة وكانت بيحصل فيها الصلوات ومقدمين ملفات تقنين، وتم إغلاقها بنفس السيناريو اللي هو المتشددين يعرفوا أو أهل القرية يعرفوا أنه الكنيسة دي هيجي لجنة علشان تتقنن أوضاعها، بالرغم أنهم كانوا بيصلوا، بس لأ، فكرة تقنين أوضاعها بقى لأ، يروحوا متجمهرين وعاملين عمايل وضربين المسيحيين وخناقات ما بين مسيحيين ومسلمين، الامن يقبض على من الطرفين ويبتدي تبقى في قضيه، وعايزين يا جماعه نصطلح، والصلح شرطه انه الكنيسه ما تتفتحش. الكنيسه طبعا بتتقفل بقى عشان هي سبب الازمه، والشرط في الصلح ان الكنيسه ما تتفتحش. وكام اعداد بقى موجودين محبوسين على ذمه المواضيع دي كلها، ومستمر حبسهم، وده اللي احنا زي ما بنقول كده بنطالب بانه يعني يكون في يعني تدخل من الدوله. يعني زي ما بنقول كده الملف ده عاملين جايبين حصر، عاملين حصر المبادره الشخصيه للحقوق، المبادره المصريه للحقوق الشخصيه لبعض الكنائس. فقال لك في مبنى كنسي تحت اسم كنيسه السيده العذراء والبابا كرولوس بقريه بني منين، ده اخر حاجه.
كنيسة ماري جرجس في قرية كومير مركز إسنا بالأقصر، كنيسة الأنبا كراس في قرية الحلايلة في مركز إسنا بالأقصر، كنيسة السيدة العذراء في قرية الطود بمركز طشت بقنا. ورصدت المبادرة المصرية قيام مؤسسات الدولة بغلق 14 كنيسة قائمة جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة على قرار الغلق، وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر 2016 وحتى أبريل 2018. أربعة من ال 14 دول كان منذ بداية العام الحالي اللي احنا قلناهم لسه حالا، الطود والاثنين اللي في أسوان واللي هي بني منين الفاشن بني سويف. وبيكمل التقرير أو البيان بتاع المبادرة المصرية لحقوق الشخصية أنه تم منع الأقباط من وصول الكنائس أو إقامة أي صلوات في داخلها، وهو ما يخالف قانون بناء الكنائس اللي نص على استمرار الصلاة في الكنائس القائمة قبل صدور القانون حتى لو لم تنطبق عليها شروط توفيق الأوضاع الواردة في القانون. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم هتقولوا لي انت ليه بتتكلمي كل حلقة بنتكلم عن الموضوع ده؟ لأن احنا بنتكلم لغاية ما يبقى في حل، لأنه ما ينفعش ان انا عندي قانون علشان ابني كنائس جديدة في الأماكن اللي محتاجين فيها كنائس وعشان اقنن اوضاع كنائس او مباني بيتصلى فيها اروح قافلاها واقبض على المسيحيين والمسلمين ونحاول نعمل صلح ويبقى الوضع على ما هو عليه والحاله الامنيه لا تسمح. اعتقد يعني و14 كنيسه منذ القانون لغايه دلوقتي يا جماعه كانوا اوريدي بيتصلى فيهم، بالفعل بيتصلى فيهم، ده عدد مش قليل. يعني بدل ما نعمل كنائس في الاماكن دي لا احنا بنقفل الكنائس اللي في الاماكن دي، وفي منهم كنائسهم على بعد فتره يعني على بعد مسافه كبيره. في كمان شكوى من اقباط في بني سويف الوسطى بني سويف من انه في استيلاء على محلاتهم، وده على لسان رامي رمزي بيقول ان هو والده كان بيأجر محل من 38 سنه باسم لبيب حبيب ابراهيم من طه، شارع مدينه شارع بمدينه طه شين عفوا اسم الشخص يعني بمدينة الوسطى بمحافظة بني سويف، وهو دلوقتي في يد ورثة لبيب حبيب. فوجئوا بقيام أحمد ميم مالك المنزل موجود به المحل بوضع براويز والطوب الأحمر ومش عارف إيه، وإن هو وسب وقصف بألفاظ مسيئة دينيا، وعملوا محضر في مركز شرطة الوسطى ومذكرة عدم تعرض، وبيخاطبوا رجال الشرطة بمركز الوسطى إنه هم ما تحركوش بالقدر الكافي وإنه أخذ عليهم تعهد بعدم التعرض لأمي، يعني الكلام ده بيقوله رامي. المهم ان هو بيقول برضو انه الامر تطور يعني بانه يعني القضاء بيقول المفروض يلتزموا بالموضوع ده وعدم التعهد ليه ولا لوالدته. الواقعة التانية برضو في نفس الحكاية مدينة الوسطى سامح نجيب عيات بيقولوا برضو يوم 28 ابريل لقوا محمد ميم واحمد ميم وجمال ميم اقتحم المحل الخاص بيه والمؤجر له لمدة 3 سنوات ويعتبر اشهر محلات الكراب، وألقوا كامل محتويات المحل خارجه يعني، وده كان في توقيت بالليل، واستولوا عليه بالقوة من قبل ملاك المنزل، وفي عقد إيجار وفي أوراق رسمية، ولكن يعني للأسف برضو حرروا محضر ولم يتم تسليمهم المحل الخاص بيهم. فدي استغاثة ل يعني مدير أمن بني سويف بالنسبة للي بيحصل في الوسطى، ووقعتين بالنسبة لاعتداء على محلات. نيجي بقى ل برضو احنا قربنا جدا على الذكرى السنوية الأولى لشهدائنا شهداء دير الأنبا سمويل، وزي ما حضراتكم عارفين انه مفيش زيارات للدير، ومحاولات دلوقتي برضو ترتيب السنوية اللي هتكون زي ما اتفقنا انها هتكون في اكتر من مكان بناء على انه الشهداء كانوا من اكتر من مدينة. فمحافظ المنيا التقى اهالي شهداء دير الأنبا سمويل علشان الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية لاستشهادهم. المحافظ تطرق لأماكن إحياء تذكار الشهداء ببعض إبرشيات المنيا المرتبطة بالحادث. هيكون في عندنا قداسين، واحد بدير الأنبا سمويل المعترف اللي هو كان الرحلة رايحاله، والقداس الثاني هيبقى بكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية دير الجرنوس مسقط رأس أكثر من 15 شهيد بالحادث. ومحافظ المنيا قرر فتح الدير لأول مرة لاستقبال الرحلات الكنسية منذ وقوع الحادث بالعام الماضي في المدة من 17 إلى 27 من شهر مايو الجاري وسط استعدادات أمنية مكثفة. يبقى يا جماعة اللي عايزين يزوروا دير الأنبا سمويل محافظ المنيا قرر فتحه من يوم 17 الشهر ده ليوم 27، خلال هذه العشرة أيام هيكون في تكثيف أمني، وطبعا بنشكره لأنه هو قدر أن ده الوقت اللي هيكون فيه عايزين نحتفل بذكرى شهدائنا شهداء دير الأنبا سمويل. وطبعا عارفين أنه الواقعة حصلت في شهر مايو من العام الماضي وراح ضحيته أكتر من 28 شهيد من الأقباط.
فيعني نقول لهم تعيشوا وتفتكروا. وخبر تاني بأكد عليه أهو، الدير هيكون مفتوح للزيارات من يوم 17 ليوم 27 من شهر مايو الجاري، دير الأنبا صمويل المعترف، وذلك للمشاركة ومشاركة الأسر في إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد شهدائنا شهداء دير الأنبا صمويل. في كمان تدشين مذابح بكنيسة ماري جرجس بالغريزات في سوهاج، وده تم النهاردة صباح اليوم، تدشين مذابح كنيسة الشهيد ماري جرجس بقرية الغريزات التابعة لإبرشية سوهاج والمنشاة والمراغة بيد الأسقف الإبرشية نيافة الأنبا بخوم. الكنيسة كان مدشن، يعني المدشن مذابحها اليوم، كان تم تجديد هيكلها وحوائطها وأرضيتها مؤخرا، بتحمل أسماء الشهيد ماري جرجس والسيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، وتم رسام 380 شماس من أبناء الكنيسة من كافة المراحل في رتبة البسالتس، والقداس كان فيه مشاركة شعبية كبيرة. عندنا برضو معانا، معلش تليفون، والد مين؟ معلش دي حد تاني ميرال. طيب والد نعم. طيب معانا والد فتاة، اهلا بحضرتك، انا بس مش عارفة الموضوع بس برحب بحضرتك معانا، اهلا بيك. انا والد مرنا ملاك وهي متغيبة من الساعة 5 المغرب كده. ده حالة جديدة يا أستاذ ملاك حضرتك؟ أستاذ ملاك أهلا بيك أستاذ ملاك، يعني حضرتك بتكلمنا عشان تبلغنا عن حالة اختفاء جديدة حصلت النهاردة. بالظبط. ميرنا الصورة معانا هي، بشكرك طبعا لتواصلك معانا. وميرنا عندها كام سنة؟ أستاذ ملاك؟ 16 سنة. أنتوا فين يا أستاذ ملاك؟ أنتوا من فين؟ من أسوان. أسوان. طيب احكي لنا التفاصيل يا أستاذ ملاك بعد إذنك. الخطوة اللي هي المفروض اللي هي بتنزل من بيتها يعني الكنيسة. طب معلش أستاذ ملاك، في زيطة وحاجة حضرتك في الشارع تقريبا، في زي صوت موتوسيكل أو حاجة جنبك، معلش ممكن تعيد تاني الجملة دي؟ ما اتفضل. بقول المفروض اللي هي تنزل من البيت. ايوه الكنيسه دي قريبه من البيت، يعني هي لسه في الكنيسه. كانت الساعه 8 ونص كده 9، فالمفروض اللي هي ترجع يعني من الساعه 5، المفروض اللي هي ساعه ونص وترجع. فبنسال عليها قالوا لا دي ما جاتش اصلا. ازاي؟ لا ما جاتش. بس سالنا الجيران وسالنا الناس اللي في الكنيسه، كله قال اللي هو ما حدش شافها. فطبعا لازم يمر 24 ساعة على اختفائها علشان يتم عمل محضر طبعا. طيب انتوا من أسوان نفسها ولا مدينة تبع أسوان؟ أسوان من المحافظة. من محافظة أسوان. وهي كانت رايحة كنيسة ايه؟ كنيسة ايه؟ انتوا تبع كنيسة ايه اللي كانت رايحاها ميرنا؟ كنيسة الأنبا شنودة. الأنبا شنودة، تمام. طبعا يعني انتوا اكيد عملتوا كل الاجراءات برضو بالنسبه للتواصل مع الاصحاب والاهل. طيب استاذ ملاك، شاكين في انه يكون وراء اختفائها ده في حاجه؟ هل في حد كان قريب منها الفتره اللي فاتت ولا ما تقدروش يعني؟ لا ما فيش اي حاجه، واحنا ما لناش قعده مع حد، وبعد كده هي ما لهاش غير يعني صاحبتين اصحابها في نفس الشارع، يعني ما فيش اللي هي صاحبه صحبه ثاني او في منطقه بعيده من المنطقه بتاعتنا. لا ما فيش. سنه كام؟ كلها ما حدش شافها. ميرنا في سنه كام؟ في ثانيه فندقية. ثانيه؟ فندقية. يعني ازاي ثانيه ثانوي؟ ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي. طيب ومش مش مش متهمين اي حد ان يكون وراء اختفائها سواء توك توك؟ مش ما فيش اي حاجه يعني؟ انتوا ما فيش عندكم اي حاجه؟ بالظبط. والمنطقه عندنا هاديه وعمرها ما حصلت فيها حاله سرقه حتى. ميرنا ليها اخوات قد ايه؟ ده مرفو سنه 12 سنه كده، 11 سنه، ومظنة في انها
23 سنة. طيب 23 سنة ما دولنا. طيب على صداقة يعني معاها، وهل مثلا كانت يعني عارفة أخبارها كلها، عارفة مين أصحابها كلهم، أختها على أساس هي أختها الأكبر يعني؟ آه بالظبط، وهي كل أصحابها معاها يعني، وراح فينا مرنا، راح الكنيسة، وجاي من فين؟ جاي من الكنيسة. طيب وطبعا انتوا من وقت ما اكتشفتوا ان هي اتاخرت وما رجعتش، حاولتوا تتواصلوا معاها على الموبايل، لقيتوه مقفول ولا ما كانش معاها موبايل؟ هي على طول بتنزل، هي على معاها موبايل، على طول بتنزل بتروح الكنيسه ساعه ونص ساعه وترجع. جاي من سنه مره ما جاي من الكنيسه وخلاص. المره دي بقى اتاخرت، نسال التليفون مقفول اول حاجه، نزلنا نسال ما فيش، مرنا اصلا ما حدش الكنيسه نفسهم بيقولوا لا ما فيش حد. طيب مرنا ما جاتش. انت المفروض انك انت هتتوجه بقى بكره ان شاء الله لعمل محضر، على اساس انه ربنا طبعا يا رب يا رب ترجع في الوقت ده قبل ما تحتاج انك تعمل محضر. بس يعني احنا اذا ما رجعتش بالناشد الداخليه، ميرنا 16 سنه يعني قاصر، فبنتمنى انه يكون في تعاون شديد في العثور على ميرنا، وان شاء الله يا رب تكون بخير يا رب. لكن انتم مش مزعلينها في الاسره؟ مفيش اي حاجه خالص يعني تقول مثلا ان هي كانت زعلانه مع حد منكم في البيت ومثلا عند حد من قرايبكم شويه، عند حد من صحباتها؟ ده مستبعد برضو استاذ ملاك. لا لا ابدا، كل قرايبنا هنا يعني موجودين هنا معانا. لا انا بتكلم عليكم على الاسره يعني، مفيش اي حاجه، مفيش حد زعلها اليومين اللي فاتوا دول؟ لا مفيش. لا لا لا. طيب لا مفيش اي حاجه. ربنا يا رب يرشدكم لفين مكانها وترجع بألف سلامة، وهنتابع معاك. اسمح لنا نتابع معاك يا أستاذ ملاك، ولو في أي حاجة حضرتك بلغنا. ماشي، ربنا معاك وربنا معاك وربنا يكون مع الأسرة كلها. طيب ادي كده حالة تانية، هو 16 سنة قاصر. مبقتش عارفة أتكلم صدقوني في الموضوع ده، لأنه يعني يا رب ترجع، يا رب يا رب ترجع بسرعة، ما تبقاش الدنيا بقى تتطور وتبقى أزمة ونتكلم فين ميرنا وهي 16 سنة والسيناريوهات الغريبة دي. يا رب ما يكون يعني، يا رب يبعد عنها كل يعني كل هذه الاحتمالات والسيناريوهات الصعبة، ونعرف وترجع لأسرتها بالسلامة يا رب. طيب هكمل معاكم باقي اخبارنا، وكنا قلنا لكم الحلقه اللي فاتت انه كان واحنا على الهوا معاكم كان جالنا الخبر بانه البابا يعني استقبل مجموعه اطفال من 57-53 في المقر البابوي بالكاتدرائيه، ووزع عليهم بعض الهدايا، ودي برضو كانت لمحه جميله. وزي ما قلت لكم اهتمام كبير من الكنيسه بمستشفى 57-53 للخدمه الجليله والجميله اللي بتقدمها، وبرضو نفس الكلام في انتظار المستشفى الجديده مرضى السرطان الكبار، اللي هي برضو هيكون فيها جزء كبير يخدم الحالات الغير قادرة. يعني دي حاجة جميلة، وربنا يتمم شفاء كل هؤلاء الأطفال اللي في مستشفى 57-53. أيضا مطران القدس بيصل الولايات المتحدة في زيارة رعوية تمتد لعدة أيام، ربنا يبارك خدمته. بيقال تقريبا هو وصل نيوجيرسي، وأعتقد أنه هيكون برضو في جولة لبعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، منهم تقريبا فلوريدا. وبرضو اللي يحب يتواصل مع مطران القدس ممكن برضو أن احنا هنحط جدول الزيارة بتاعته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على صفحتنا إن شاء الله. كمان بالنسبة في إطار اللي هو إحياء الجذور وفعاليات أسبوع إحياء الجذور، الوفد اليوناني الكبروسي زار كنيسة القديس سابا بالأسكندرية يوم الخميس، وكمان الوفد زاروا منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة. في إطار استمرار فعاليات إحياء أسبوع إحياء الجذور، زار الوفد اليوناني والأبروسي كنيسة ماري جرج في منطقة مجمع الأديان بحي مصر القديمة في القاهرة، وذلك ضمن البرنامج المقرر للوفد للقيام به. حرص الوفد على خلال دخوله في الكنيسة على إشعال الشموع والتقاط الصور التذكارية في كافة أرجاء الكنيسة والاطلاع على كل معالمها. وطبعا حضراتكم عارفين أنه انطلق رسميا أسبوع إحياء الجذور بالأسكندرية مساء الاثنين الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، وأيضا نظيريه اليوناني والقبرصي. وهذه تعتبر أو هي المبادرة دي مبادرة إحياء الجذور، هي المبادرة الأولى من نوعها، واللي بتهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية اللي كانت بتعيش في مصر
علاوة على أن هذا الأسبوع بمثابة رسالة مهمة للعالم، مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وبترحب بالجميع من كل الأطياف. الوفد زار كذا مكان، زاروا المتحف الملحق بالكنيسة واللي بيتضمن عدد كبير من المقتنيات الخاصة بالكنيسة في القرون الماضية، وزاروا وكمان المتحف الملحق بالكنيسة لم يتم افتتاحه رسميا حتى الآن، ولكن ده اللي هي بكنائس بالكنيسة بتاعة مصر القديمة في إطاره، وبرضو ليهم جدول وكل ده زي ما قلنا أنه إحياء، يعني إحياء الجذور، وبالفعل يعني تعتبر رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمان. في برضو المترو يخطط للتحول إلى متحف مفتوح للتراث الإسلامي والقبطي والفن المصري القديم بكل أنواعه، وعمل معارض كتب داخل محطات المترو، حاجة حلوة يعني، بحيث ان انت في محطات المترو يبقى صور وحاجات بتقول لك التاريخ، التاريخ مصر سواء بالنسبه للتراث الاسلامي القبطي الفن المصري، فدي الحقيقه حاجه جميله جدا. وانه هيعملوا في اطار ده جداريات، واللي هيقوم برسم الجداريات دي طلبه الكليات الفنيه وباشراف اساتذه الجامعه المتخصصين. سيتم البدء فور اعتماد الرسومات من شركه المترو في رسم جداريات بعض المحطات زي محطه ماري جرجس، وهيكون ان شاء الله ده بعد شهر رمضان المبارك، وهيتم عرض خطه تجميل المحطات بالكامل. احنا طبعا في انتظار، كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وكل المسلمين في كل العالم طيبين. شهر رمضان على الابواب يعني خلال يعني تقريبا في نص الشهر تقريبا يعني، فدي برضو حاجة جميلة الحقيقة، حكاية انه الجداريات دي في محطات المترو، زي برضو الفن اللي كان في بعض الاحياء لما كانوا بيرسموا على الحيطان نفسها بتاعت عمارات وفي اماكن تاريخية او في اماكن اثرية، يعني برضو بتسري كده وتعمل بهجة في المنطقة يعني، فدي حاجة جميلة جدا. وانه يتم يعني الاستعانة بالمواهب الحلوة اللي عندنا في الكليات الفنية، فيعني منتظرين الصور ومنتظرين الموضوع ده انه يتم باذن الله. بالنسبه بقى لموضوع الصلاه العالمي، وانه كان الحقيقه دونالد ترامب كان عمل في مشاركه منه في يوم الصلاه واسبوع الصلاه، يعني انه كان استضاف بعض فريق ترانيم، وكان برضو وقف قال كلمه كده في البيت الابيض، وانه بيشارك في الصلاه من اجل السلام. وانتم عارفين ان البابا فرانسيس دائما ما يدعو لأنه يكون في صلاة من أجل السلام في كل مكان يعني في العالم كله. وكانت برضو لفتة جميلة من ترامب أنه هو يعني في الناشنال داي اوف براير ايفنت، نسمع جزء صغنن كده يعني. وبرضو أعتقد كان في فريق كورال برضو كانوا رنموا بعض الترانيم. We are taking action. We condemn all crimes against people of faith, and today we are launching another historic action to promote religious freedom. I will soon be signing an executive order to create a faith initiative at the White House. Thank you very much. The faith initiative will help design new policies. دي حاجة جميلة الحقيقة، وناس كتير جدا أشادت بالموضوع ده على حتى المواقع الأمريكية، تلاقوا تعليقات يعني إنه جميل جدا إن يكون في مشاركة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الفعالية وفي الصلاة. وهدف الصلاة زي ما قلت لحضراتكم هو السلام، ويمكن هو برضو تطرق في كلامه على حرية المعتقد أو religious freedom، حرية الاعتناق الدين اللي كل واحد عايز يعتنق، ودي برضو من الحاجات اللي هو قال ان احنا هنركز عليها علشان تكون موجودة في كل العالم. نيجي بقى للموضوع بتاع الحقيقة اللي انا قلت لحضراتكم وعدتكم الحلقة اللي فاتت من خلال استعراضنا للصحف. احنا كده خلصنا الاخبار القبطي، هنروح لاخبار مصر بسرعة وعشان نلحق برضو نقول لكم بقية الاخبار اللي معانا النهاردة. موضوع التصريحات الاخيرة، والمفروض ان هو في اطار التحديث بالنسبة لنظام التعليم. فالحقيقة انه كان في جدل كبير حوالين موضوعين بالتحديد، موضوع التعريب انه هيكون في مواد، وهي بالتحديد اللي هي الماث الرياضه والعلوم، انه هتكون في فتره المرحله الابتدائي تتعمل تدرس باللغه العربيه،
والموضوع الثاني هو موضوع التابلت، توزيع التابلت على التلاميذ وانهي مرحله وهيستخدموه ازاي. وبالتالي الحقيقه كانت المواضيع دي اثارت جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار انه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم اصدر قرار، وزير التعليم طبعا هو مش جديد دلوقتي احنا عارفينه من فتره، يعني اصدر قرار بتعريب التعليم في كل المدارس الحكوميه والتجريبيه والخاصه، استثنى من ذلك المدارس الدوليه. طبعا موضوع التعريب في المدارس الحكومية يمكن ده طبيعي، لكن التجريبية والخاصة هو ده اللي كان فيه استياء. الناس كتير لقوا انه القرار بيصب في مصالح بزنس التعليم الخاص اللي بيؤدي لرفع المصاريف بالمدارس، فيما ذهب البعض الى ان القرارات ربما تصب في صالح الفئات الثرية فقط فيقتصر تعليم اللغات عليهم دون غيرهم. وطبعا كان في بقى انتوا عارفين الشعب المصري والكوميكس والجدل اللي اثير كله على مواقع التواصل الاجتماعي، لغايه ما النهارده كان في تجمهر لاولياء امور طلاب المدارس الرسميه للغات مطالبين وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني بالغاء قرار التعريب، لانه المفترض كده انه الامهات طبعا كانت برضو متضايقه من انه يكون في اولادهم يتعلموا العلوم والرياضه بالعربي، واللي هو كان وضح الحقيقه الكلام ده لوزير التعليم بانه ده هيكون في مرحله الابتدائي فقط وبعد كده هتبتدي يكون في مرحله الاعدادي، يعني اللي هترجع تاني باللغة الإنجليزية. طبعا زي ما بقول لكم انه اي مواضيع واي قرارات بتبقى فيه ما بين مؤيدين ومعارضين. خلينا طب نسمع الأسر وهم بيهتفوا بيقولوا ايه، ونكمل معاكم ردود الفعل الأخرى ودفاع برضو لو وزير التربية والتعليم كان قال اي جديد في حيال هذا الأمر هنقوله لحضراتكم. ما تفسرتش حاجة، بس هو اللي مكتوب لي يعني انهم بيقولوا ما معناش يا رسمية يا اما بلاش. طيب الحقيقة برضو علشان زي ما بقول لحضراتكم يعني نفهم الموضوع ده، لان انا كمان عايزة افهم اكتر يا ترى يعني ايه ابعاد الموضوع كله. معانا ومع حضراتكم دكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. دكتورة ماجدة برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا جنة. اهلا بحضرتك. طيب احنا شايفين ان في جدل وشايفين ان في قرار من وزير التربيه والتعليم وطبعا بيدافع عنه الدكتور طارق شوقي، وعلى الجانب الاخر هناك البعض اللي وصل بهم الامر ان هم تظاهروا ورافضين هذا القرار. يعني فلو حضرتك بموضوعيه نفهم وجهه النظرين، يعني وجهه الموضوع من الطرفين. بستاذنك، بشكرك جدا. اتفضلي. هو طبعا هو في نقطتين، في تطوير الوزير بنسميه تطوير واحد وتطوير اثنين، او التطوير الجزئي والتطوير الكلي. الجزئي ده خاص بنظام تقييم مرحله الثانوي. نعم. الثانويه العامه كانت سنه واحده، اصبحت التقييم فقط، يعني التغيير هنا في حاجه واحده وهي اسلوب التقييم. الاسئله هيكون على 3 سنوات، 12 امتحان يؤخذ منهم اعلى درجات لست امتحانات، والدفعه الاولى اللي هتبتدي السنه الجايه هياخد 4 امتحانات فقط على 3 سنوات. ده نظام التقييم. التقييم كمان بشكل سريع كده، وهو ان هيكون في بنك اسئله. هذا البنك فيه مجموعه اسئله كثيره جدا لكل ماده، عدد كبير يصل لمليون سؤال مثلا لكل ماده معتمدين على الفهم. وبيبقى فيه الامتحانات اللي هي ال 12 امتحان اللي على 3 سنين دول، كل مدرسه لها امتحان في يوم محدد للمدرسه. يعني موحد، يعني موحد ولا موحد قومي؟ طيب. لا، امتحان يعني دلوقتي كان في امتحان واحد على اللي هو في الثانويه العامه قسم قومي على مستوى الجمهوريه، ولكن الامتحانات البديله التراكميه دي لا، ده دي كل مدرسه، مش كل محافظه، كل مدرسه بتمتحن في وقت يناسبها هذه الامتحانات التراكميه. طيب. وبالتالي ما اصبحش فيه امتحان قومي يعني.
طب ده بيتهيألي استاذه ده بيتهيألي حاجه كويسه ولا كان عليه اعتراض؟ يعني بدل ازمه الثانويه العامه ومن زمان وقاعدين بيقولوا بدل الرعب اللي بيبقى في سنه واحده، انت كده قسمت على مدى الثلاث سنين بحيث انك هتاخد المجموع عدد من الامتحانات دي، فاعتقد هل ده في رضا ولا في اعتراضات تمام. برضو؟ هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي المفروض ان هو يبقى فيه رضا، ولكن الاعتراض هو دائما اي شيء جديد انا حاسه ان فيه اعتراض شديد، لان لو حضرتك بقيت الموضوع وهو الامتحانات لا يتدخل فيها مدرس كلها على التابلت وبيضع كل شيء على التابلت وبيمتحن على التابلت ويرسل للتصحيح على التابلت، يعني ما فيش تدخل للمدرس، وبالتالي برضو في اعتراضات شوية، لأن هم على أساس يعني تخوف من دروس خصوصية، مع أن الدروس الخصوصية هنا مبنية على أن المدرس بيتوقع الأسئلة عن فترة سابقة وبيضع لها حلول نموذجية، والطلبة بتحفظ الأسئلة وبتخطاها زي ما هي حفظ وتلقين، ولكن هذا النوع من الامتحان معتمد على الفهم، معتمد على أن كل الامتحانات لا يتدخل فيها أي مدرس وهي من بنك الأسئلة، فهي دي جدا الامتحانات اللي هي القادمة بالنسبة للثانوية العامة، هو تغيير في نظام التقييم وأسلوب التدريس، أسلوب التدريس فقط، لكن المنهج كما هو لم يتغير. يمكن وجهة نظرهم يعني مثلا تيجي في ناحية ان انت بدل ما كان هيبقى الدروس الخصوصية ناس كتير بتركز على ثانوية عامة، يبقى انتوا كده خليتوا الموضوع انه هيبقى طول الثلاث سنين الولاد بياخدوا دروس خصوصية، هو يمكن الطلبة وأولياء الأمور فعلا تخوف من كده، ولكن بالتجربة هيعرفوا ان الامتحان لا الامتحان ما يقدرش المدرس يتدخل فيه او يتوقعه او يضع ليه الإجابات النموذجية، وبالتالي بالتدريج يعني هي ثقافة مجتمع بالتدريج اي حاجة جديدة بالتأكيد بتخوف وبتقلق، لكن ده هيتطبق ان شاء الله من العام الدراسي القادم اللي هم داخلين اولى ثانوي، من العام الدراسي القادم ان شاء الله. ايوه اللي هم من بداية دخولهم اولى ثانوي تمام. ايوه ده طيب. هو الامتحان اللي هيبدا من اولى ثانوي، ده التعديل الجزئي اللي هو يبدا السنه القادمه. هنا التعديل الكلي بقى النظام الثاني. اتفضلي قصه التابلت، لان حضرتك ذكرتي انه هيبقى كل حاجه على التابلت دلوقتي التابلت. قبل ما ندخل على التعريب نفهم برضو موضوع التابلت وهيتوزع على مين. موضوع التابلت بشكل سريع، اتفضل. التابلت الحقيقه هو عباره عن البديل للكتاب نمره واحد، بيوضع عليه كل المناهج والمقررات على التابلت، دي اول حاجه. بيمتحن الطالب عليه، يعني الامتحان بيرسل من الوزاره الى التابلت مباشره للطالب دون تدخل اي يعني عضو هيئه، دون تدخل اي معلم او تدخل من اي شيء. كمان النقطه اللي هو الامتحان نفسه هو بيحل على التابلت بقلم، التابلت معد ان هو يحل بقلم ويرسل الى الممتحن، وبالتالي في كل الخطوات دي ما فيش اي تدخل من المدرس. النقطه الثانيه ان في بنك المعرفه بيوضع عليها فيديوهات وشرايط وكل يخص المنهج، وبالتالي هنا المنهج المدرس هيطلب من الطالب تجميع عن اثناء الدراسه بقى، يعني هنا اسلوب الدراسه كمان بيختلف بسيط، لكن المنهج كما هو بيطلب منهم تجميع على هذه الموضوعات، واثناء الفصل بيبقى عباره عن اداره حوار، مش مجرد ان المدرس يشرح ويلقن للطلبه. طب دلوقتي كل المدارس دكتوره ماجدة يعني الطلبه كم عدد الطلبه اللي هيتوزع عليهم؟ احنا عندنا عدد هيبقى عدد كبير قوي، ولا هيبقى في مدارس معينه هيتوزع عليها التابلت ولا يعني ثانوي. كل ده برضو بدايه من العام الدراسي اللي جاي كل طلبه اولى ثانوي في كل انواع المدارس؟ ايوه. ولا مدارس حكوميه وتجريبيه فقط؟ انواع المدارس الحكوميه والتجريبيه. يبقى تمام كده في الحكومي والتجريبي. المدارس الحكوميه والتجريبيه، وده هيكون عهده معاه الخاص كمان ايضا، الخاصه كمان ايضا هيطبق هذا النظام. طيب. ولكن التابلت هيكون مسؤوليه المدارس. عهده يا دكتوره ماجدة، يعني ده عهده مع الطالب وهيرجعها؟ عهده، ولكن عهده للثلاث سنوات، وسيصبح ملك له بعد الثلاث سنوات. هيوضع بس ضوابط اللي هيفقده ولا يكسره ولا يضيعه، لان كان في بعض التساؤلات على الموضوع ده. طبعا
ايوه، ولكن هيبقى في نوع من التامين على التابلت، دي حاجه اللي هيكسروا عمدا او حاجات زي كده، هو اللي بيدفع ثمن تابلت اخر. طب انا لو جاي لي تابلت مكسور انا هعرف منين كسره عمدا ولا وقع منه؟ لا لا دي برضه لا، الحاجات دي يعني طبعا لا ما اقصدش يعني مش مكسور كده، اقصد حد اتلفه عمدا مثلا او كده، لكن طيب. في اجهزه صيانه، في مراكز صيانه. نقطه مهمه بتشغل كل اولياء الامور والطلبه وهي النت اللي فيه. التابلت ده بنظام الفور جي اللي هو عليه باقات، باقه على التابلت، الباقة مدفوعة الأجر من الحكومة من الدولة يعني، بحيث إن الـ يعني مش هيتكلف الطالب أو ولي الأمر أي ماديات تخص التابلت خالص يعني. طب أنا معلش بسأل على حاجة تانية، أنا يفتح ايوه يعني لسه حالا ما يتفتحش اي ابلكيشن، تمام كده يعني، ولا اي نت خارجي ولا أيوة. اي ابلكيشن يستخدمه فيك بدل تليفون بقى او بدل اوكي تمام. ممكن اولياء الامور بيقولوا ممكن اولادهم يقولوا يعني يكونوا بيلعبوا على جيمز وهم بيقولوا ان هم بيذاكروا، لا هو معد ان هو ما يدخلش غير على بنك المعرفه وعلى المواد اللي بتدرس عليه فقط، وعلى نظام الامتحان يعني على الحاجات التعليميه فقط. تمام طبعا. النظام ده اعتقد ده مش موجود في الولايات المتحده الامريكيه يعني، ودي حاجه جميله. انا ما اعرفش الحقيقه برضو هل ده مطبق في اي دول من دول العالم الاخرى. حضرتك ده التابلت ده مش تابلت جاهز، هو نتيجه كذا يعني افكار معينه وصمم بهذه الطريقه بما يتناسب معانا. الانظمه المطبقه عالميا ما فيهاش نقطه الامتحان، ما فيهاش ان هم بيمتحنوا ويرسل الامتحان على التابلت ويصحح كمان على التابلت. دي احنا هنا ده تصميم من مصر هنا بمواصفات معينه بحيث ان هو بيكون بهذه الصوره يعني. تمام. طيب ودي كده يعتبر في الميزانية الجديدة بتاعت التربية والتعليم يعني، واتعمل حسابها ولا لا؟ لا هو التابلت مدفوع الثمن من رئاسة الجمهورية كنوع من التشجيع لأول سنة. الموازنة الخاصة بالتطوير اللي هي تخص الثانوية العامة، وأيضا لو اتكلمنا على التطوير الشامل اللي هيبدأ من رياض الأطفال ده من صندوق النقد الدولي في قرض يكفي ده لمدة 5 سنوات قدام. طيب الموازنة العامة فيها زيادات ولكن تخص التطوير العادي اللي هو مدارس، بنية تحتية، الأمور اللي هي محطوطة في برنامج 2030. لكن طيب نيجي بقى للتعريب، وهو ده اللي يمكن أثار جدل كتير وأثار حتى يعني حضرتك الشعب المصري كالمعتاد، إنه كان في نوع من أنواع الكوميكس والسخرية بشكل كبير جدا وناس معترضة اعتراضات كبيرة. نفهم برضو من حضرتك إيه وجهة نظر التغيير ده؟ يعني في وقت، لأن فعلا هو مثار جدل وهو الموضوع أبسط يعني بسيط إذا الناس بس فهمت كل أبعاده. تمام. هو ده تطبيق شامل يبدأ من رياض الأطفال، هيبدأ من سبتمبر 2018 العام القادم مباشرة على كي جي 1 وكي جي 2 وأولى ابتدائي على ال3 سنوات دول فقط. هذا التطوير هيبتدي من هذه السنة من البداية ويستمر حتى ثانوي بنظام مختلف تماما بقى. المناهج متغيرة، طريقة التدريس متغيرة، كل شيء فيه متغير، مبني على نظام اسمه المالتي ديسيبلري ابروتش. المالتي ديسيبلري يعني ما فيش دراسة، هو بعض المواد بتدرس بشكل مدمج مع بعض اللي هي العربي مع البديل، لان في السنوات الاولى ما فيش علوم ورياضه وحاجات يعني كبيره، ولكن مبادئ هذه الامور اللي هي العربي والحساب او الرياضه والمواد اللي هي العلوم، هذه المواد كلها بتدرس كماده واحده يعني دراسة المادة من جوانب مختلفة، وده هيتطلب دراسة من معلم واحد هو اللي بيدرس كل هذه الأمور. وهيبقى في مواد أخرى بقى، مادة الإنجليزي منفصلة، مادة يدرسها من أول كي جي 1، والدين والأنشطة، هي دي المواد اللي بياخدها في الفترة الأولى. هيستمر بعد كده طول فترة ابتدائي بيدرس باللغة العربية واللغة الإنجليزية مادة منفصلة. يجي عند أولى إعدادي يدرس العلوم والرياضة ماث وساينس، يدرسها بالإنجليزي بجانب المواد الأخرى، وهيبتدي دخول اللغة الثانية في يعني أي لغة ثانية مع الإنجليزي، ممكن فرنساوي، ألماني، أي لغة أخرى. في فترة إعدادي وفترة ثانوي بيكون في مواد اختيارية ومواد إجبارية. ده باختصار شديد
النظام كله اللي أثناء التطوير الشامل. النقطة اللي فيها جدل وهي أن المدارس التجريبية حالياً بتدرس من الصغر من أولى ابتدائي المواد منفصلة، وبيدرسوا علوم ورياضة بالإنجليزي بمسميات الساينس والماث ده من أولى ابتدائي. فهنا دلوقتي باتباع النظام الجديد كل المدارس التجريبية والمدارس الحكومية ستتساوى في الطريقة، بمعنى ان هو يعني معنى كده ان التجريبي مش هيدرس اثناء فترة الابتدائي العلوم والرياضة باللغة الانجليزية، وهيدرس من اول اولى اعدادي زي المدارس الاخرى. طبعا وجهة النظر في التطوير الجديد اولا ان هو بيعتمد على ان اللغة العربية لازم تبقى هي لغة البلد بحيث يرسخ الانتماء، وهي تبقى في الفترة الاولى يبقى في اتقان ليها بدرجة كافية، وبعد كده ياخد اللغات الأجنبية. وزي ما قال الوزير هي مش مجرد اللغات الأجنبية، اللغتين دول هيبقوا مجرد قراءة وكتابة، لا ده هيبقى إتقان للغتين بطريقة متقنة. يعني يعني حضرتك لو سأليني عن وجهة نظري في الموضوع، وهو أن المفروض دلوقتي ان انا ابص على المنتج الاخير، المنتج النهائي اللي هو الطالب بعد الانتهاء من مرحله الثانوي. على حسب النظام اللي قاله الدكتور شوقي زي ما وصفه، قال ان هو دلوقتي هيطلع بيتقن اللغه العربيه ويتقن لغتين اجنبيتين. هي الفكره دلوقتي خدها في ابتدائي خدها في اعدادي، المهم انا يهمني المنتج الاخير اللي هيلبي سوق العمل واللي هو هنقدر ندخله الجامعه ويبقى في يستطيع المواصله ويستطيع التنافس مع معلش تسمحي لي. طب هقول لحضرتك يعني هو ايه ما يضر في انه اللغه العربيه هي اللغه الام، هو بيدرس لغه عربيه، هو بيدرس المادتين دول علشان نظرا لمصطلحات ليهم يعني، فانا لما بيدرسهم الساينس والماس في الابتدائي وبعدين بيكمل لانه هيجي في اعدادي هيحس ان الدنيا غريبه، ايه اللي هيضر اللغه العربيه في انه يدرس الماس والساينس باللغه الانجليزيه يعني، وهو كده كده هيدخلها يعني، هو كده كده هياخدها بعد كده في بعد ابتدائي، فانت ايه فكره الفتره الاولى؟ ما هو الفتره انت عشان تنمي اللغه العربيه الفتره الاولى حضرتك الفكره ان هو تغير دلوقتي اسلوب الدراسه من المواد المنفصله الى مادة مجمعة. مادة مجمعة هديها لحضرتك ببساطة، يعني هو هيدرس لو بناخد مثل زي المية، هيدرس المية من ناحية الكيميائية اللي هي العلوم هي عبارة مثلا عن هيدروجين وأكسجين، هيدرسها من ناحية تواجدها في أماكن جغرافية، هيدرسها من ناحية لو كتب عنها. طب ما كده هيبقى منهج اللغة الإنجليزية تصعب أكتر بدل ما أنا باخده جوه الساينس؟ مش عارف يعني، هو طبعا يعني لا حضرتك مش كل المواد، انا بقول لحضرتك عربي وعلوم و يعني في بعض ورياضه كحاجه حسابيه جوه الموضوع دول مع بعض. اللغه الانجليزيه منفصله بالاضافه الى هيدرس المصطلحات اللي هيستخدمها في الماث والساينس، يعني بعض المصطلحات اللي هي ايوه ما هي دي الجزئيه دكتوره ماجده، ما ده اللي انا اقصده، ان حضرتك لما بتدرسيه بالانجليزي المصطلحات دي كمصطلحات داخل اللغه الانجليزيه. طب ما انا ادرسها يعني في مادتها يعني هو مصطلح. عموما احنا زي ما قلنا في الاول اي نظام جديد يعني اوضح النقطه لكن هو نظام معين يعني احنا المختصين هم يقولوا ايه وجهه النظر فيه، ان هو حاجه قبل حاجه. هي الفكره ان احنا المهم اولادنا ان احنا نبقى باصين على المنتج النهائي. المنتج النهائي ان هو حضرتك هيتقن لغتين ويبقى عارف لغه العربيه، وفي النهايه يعني اللي احنا عايزينه الترشيد هو اكيد من اختصاص اللي وضعه هذا النظام. طب النظام ده كده لما اتوضع دكتوره ماجد هل تم مناقشه معاكم في البرلمان وكده تمام، ولا ممكن وسط بعض الاعتراضات من الاسر ممكن يبقى فيه تغيير؟ لا هو مازال تحت مناقشه يعني يعني مش كلام نهائي. تمام تمام لا هقول هوضح لحضرتك البرلمان له الراي النهائي في موضوع لو في قوانين، فكل اللي انا قلته لحضرتك اللي يحتاج لتغيير قانون هو موضوع الثانويه العامه انها تبقى تراكميه 3 سنوات بدل من سنه واحده، ده يحتاج موافقه من البرلمان. طب بقيه الامور الجوانب الاخرى دي هي عباره عن تطوير تعليم، احنا وافقنا على تطوير التعليم في خطه برنامج 2030 كتطوير التعليم، هذه الجوانب تعتبر خطه تنفيذيه، حاجات تنفيذيه من اختصاصات الوزير، ولكن
المفروض يعرضها علينا كنوع من المشاركة والدعم، ولو فيها شيء يعني يسيء أو يضر بالبلد أو يضر بالتعليم أو حاجة، من حقنا أن احنا نعترض أو يعني نوقف هذه الأمور. يعني لو هو في ماشي في مسار مثلا يضر بالبلد، لكن دي كلها أمور تنفيذية من اختصاصات الجانب التنفيذي اللي هو الوزير. طيب ايه راي حضرتك؟ طيب اخر حاجه علشان انا مش عايزه اطول على حضرتك اكتر من كده، في التصريح اللي قاله وكيل المعلمين بانه دراسه اللغات الاجنبيه في مصر تطرف ولا نريد خواجات في مصر، ابراهيم شاهين وكيل اول نقابه المهن التعليميه قال انه مقتنع تماما بالاستراتيجيه الجديده بس على اساس الحفاظ على اللغه الام، وانه دراسه اللغات الاجنبيه تعتبر تطرف، قائلا يعني ده حضرتك خبر يعني انتشر يعني في اكثر من مصدر. يعتبر تطرف حضرتك بتقولي تطرف؟ هو قال كده، هو قال كده حضرتك، نحن لا نريد خواجات في مصر ونريد ان نحافظ على تخصصه تماما. تمام حضرتك، دلوقتي عشان نقدر نساير اي تقدم وعشان الخريج بتاعنا ينافس عالميا، ده الحد الادنى لغتين اجنبيتين بجانب اللغه العربيه، ده الحد الادنى. تمام. مش هقول لحضرتك لغه واحده حتى. تمام. معلش موضوع بقى ان حد له راي مختلف فده يخصه هو، ولكن تمام. التعليم لابد ان احنا دلوقتي عشان يقدر يستعمل الامور التكنولوجيه اللي احنا متاخرين قوي الحقيقه، يعني لازم يكون في نت، ولازم يكون يقدر كل النت ده عالميا، ما هو باللغات الاجنبيه، اللغه الانجليزيه على الاقل. تمام. وبالتالي يعني الهدف الأساسي في التطوير لابد لغات وإتقان لغة البلد، هو ده الهدف الرئيسي عشان يبقى فيه مواطنة. طيب انتوا كبرلمان بقى أنا أساسية. تمام هاخد الموضوع. اتفضل اتفضل. كلمة واحدة بس أنا مش طاول على حضرتك، في نقطة هامة يمكن أنا ما قلناهاش بشكل تفصيلي، وهي إن كل أسلوب التعلم في اللي هو التطوير اللي باجي من رياض الأطفال بيعتمد على التفكير والتعلم وليس التعليم، كله مبني على التفكير والتحليل، هو ده اللي احنا محتاجينه في الفترة القادمة علشان نطور التعليم. تمام اخر حاجه، معلش دي انا قلت الحاجه اللي فاتت الاخيره، لكن دي علشان خاطر مهمه جدا. احنا النهارده لما الشعب بيعترض المفروض ان انتوا كنواب الشعب يعني، وانه احنا زي ما شفنا في اعتراضات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب اولياء امور عملوا بعض الوقفات، كيف سيواجه البرلمان هذه الامور؟ وهل هنا هيكون في اي جانب؟ وهل هيدي فرصه برضو انه يستمع لوجهات نظر اولياء الامور والكلام ده وتوصلوا لحل يرضي الجميع؟ تمام. هو طبعا احنا يعني احنا عدنا مع الوزير بعد وضعه الامور تنفيذيه وتفاصيل، كان قبل كده ما فيش التفاصيل دي، ومن اسبوعين فعلا الوزير جه في البرلمان، احنا بندرس باقي الخطه التنفيذيه، يعني الاسبوع الجاي اللي هيبدا الحد والاثنين عندنا اكثر من اجتماع مكثف لدراسه كل جوانب الموضوع، كل هذه الجوانب لما بس يبقى متاكدين من كل الجوانب التنفيذيه انها ستنفذ زي ما طرحها الوزير وما فيهاش اي امور، لابد هنعمل حوار مجتمعي وهنجيب اولياء امور ومعلمين وكل الاطراف، وهيجوا في لجان اجتماع داخل البرلمان، وبعد كده حتى في كمؤتمرات صحفيه ممكن تتعمل، لابد مشاركه كل الاطراف ونسمع منهم، بحيث ان هو لازم الناس تبقى يعني تبقى راضيه تماما، ولكن يعني ان احنا نوضح لهم، وان لان احيانا بيبقى فيه تدخلات، نحط ده مكان ده، نشيل ده من السنه دي، هي المختصين فقط هم اللي يبدوا هذه التغيرات يعني في الخطه الاستراتيجيه، ولكن جميع الناس لازم تبقى سواء معلم ولي امر طالب حتى، لابد ان هو يكون فاهم كل شيء وعارف ابعاده ايه وعارف الهدف منه ايه عشان يبقى مرتاح ويقدر انها تتنفذ، وما يبقاش فيه مقاومه، لان كل ما حاجه ما مش معروفه بيبقى فيه مقاومه جديده من كل هذه الاطراف. هايل جدا، انا بشكرك جدا يعني حضرتك وضحت لنا الموضوع من كل جوانبه، شكرا جزيلا لحضرتك الدكتوره ماجده نصر عضو لجنه التعليم مجلس النواب، شكرا جزيلا. واتمنى برضو لو في اي حاجه تاني بالنسبه يعني يمكن احنا ادينا فرصه شويه للموضوع ده يا جماعه، لانه ازمه ولانه بيهم كتير جدا من يعني من الشعب المصري، وقصه التعليم وتطوير التعليم كمان علشان احنا كلنا بنطالب بتطوير التعليم. معانا مع حضراتكم ايضا الاستاذ كمال مغيث الخبير بالمركز القومي للبحوث التربويه. استاذ كمال برحب بحضرتك معانا.
أهلا بسيادتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. أهلا بيك. طيب دلوقتي كان معانا الدكتورة ماجدة وحاولت تدينا فكرة كده عن كل الموضوعات، وحضرتك شفت طبعا الأزمة بسبب الأكبر جزء منها بسبب موضوع التعريب. إيه رأي حضرتك في العرض ده بالنسبة لأنه هيكون الساينس والماث العلوم والرياضة لغاية ابتدائي بالعربي، وبعد كده هينقل باللغة الإنجليزية، وفي الفترة دي مادة اللغة الإنجليزية هتكون فيها مصطلحات تساعده بعد كده. حضرتك شايف النقطة دي في يعني في أي اتجاه؟ أولا أنا شايف أنه احنا في الحقيقة ما عندناش مشروع مكتوب لتطوير التعليم، وإنما مجرد مقترحات بيطلقها الوزير في المؤتمرات الصحفية وفي القنوات التلفزيونية، وعلشان كده بيبقى ببساطة نقدر نفاصل فيها ونرجع في الجزء ده ونقول في الجزء ده حاجة تانية. فأنا شايف إن الموضوع ما هواش يعني مش محدد مش واضح. الكلام حوالين الهوية، الكلام حوالين إنه ده خطر على هوية مصر، يبقى في الأصل الكلام ينطبق على كل التعليم. يعني إيش معنى المدارس الخاصة اللي ابتدها تعلم بالإنجليزي الماس والرياضيات، إنما المدارس التجريبية نرفض فيها؟ يعني ما فيش اتساق في المنطق. هو لو كان الوزير شايف اللي في خطر على هوية مصر من تدريس الماس والرياضيات بالإنجليزي كان ياخد قرار بمنعه في كل المدارس المصرية اللي تخضع. أعتقد صعب لأنه معروف إن المدارس الخاصة ما هي المدارس الخاصة دايما بتبقى يعني معروف إن هي بتدرس باللغات الأجنبية، يعني دي حاجة صعب جدا إن يكون في قرار يلغي هذا الأمر. يعني أستاذ كمال ده صحيح. بس أنا بتكلم على اتساق المنطق، إنه إذا كان المنطق أن هناك خطر على الهوية المصرية فهنسيب المدارس الخاصة، خلاص كنا سيبنا المدارس التجريبية. وبعدين على فكرة إحنا ما عندناش دراسة وحيدة تؤكد أن التدريس بالرياضيات، تدريس الرياضيات بالإنجليزي خطر على الهوية الوطنية. فين الدراسة اللي بتقول كده؟ ما فيش دراسة بتقول كده أبدا. وإنه كان الأحسن بدال كده نتأكد من أن المدارس بتدرس لغة عربية بشكل سليم، بالضبط. مدرسين طيب. محبين للغة، مدرسين يحببوا الأولاد في اللغة وفي الشعر، وكده نضمن الهوية بالمعنى اللي الوزارة شايفاه. اتفضلي. طيب دلوقتي دوركم انتوا برضو كمراكز بحثية وكمتخصصين في هذا المجال، وانه من الواضح كده انه حضرتك ومتخصصين اخرين واقفين في صف الاولياء الامور اللي معترضين على هذه النقطة. يعني شايف حضرتك هيكون في تفاهم مثلا من وزارة التربية والتعليم، من الدكتور طارق شوقي، ولا هيبقى ايه الوضع؟ ولا هيكون ده نوع من انواع القرار اللي هو كده ويقبل كما هو؟ يعني انا شايفة احتمال لسه مش حاجة نهائية وممكن فيها نقاش، ولا كده الوضع نهائي؟ لا انا يعني انا كباحث ناقد انا ما اعرفش الموضوع هينتهي على ايه، لكن على اي حال اتمنى انه معالي الوزير يستجيب لرغبات اولياء الامور، لان اولياء الامور بيرغبوا في تعليم متميز لاولادهم. نعم. ويبقى هو كل اللي عمل الوزير بالاصرار على ده انه خلى ولي الامر اللي بيجي على نفسه يدفع 2000 او 3000 جنيه هيبقى مضطر يدفع 10,000 جنيه في المدارس الخاصة. وبالفعل المدارس الخاصة بدأت تعلن عن زيادة أسعارها للسنة اللي جاية 50% عن اللي حصل السنة دي، لأنه حاسين إنه هيبقى إقبال شديد عليهم. يعني الحقيقة الموضوع كان محتاج حوار جاد، كان محتاج دراسات جادة علشان نوصل فيه لحلول واضحة مرضية للجميع. والموضوع ما هواش ثورة من أولياء الأمور ولا حاجة أو رد. إحنا كنا نتمنى تطوير التعليم، ولا شك إن أي ولي أمر يتمنى إن ابنه يتعلم كويس النهاية. تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ كمال، وهنتابع مع حضرتك ونتابع برضو ردود أفعال أولياء الأمور، ولأنه فعلا يعني قصة أنه التعريب بالنسبة للمدارس التجريبية وهذا الأمر يعني من الواضح أنه
المفترض زي ما حضرتك قلت كان هيبقى لو احنا بندافع على هويه اللغه او الهويه اللغه الام يعني كان يطبق في كل المدارس، ولكن ده مش هيحصل ومش عايزين استغلال مدارس الخاصه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ كمال مغيث الخبير بالمركز القومي للبحوث التربويه. ويا جماعه انا بقول مره تاني اهتمينا بالموضوع ده لانه فعلا في جدل، ولانه فعلا ان احنا عشان نطور التعليم من المفترض انه اللغه الانجليزيه مثلا دي هي اللغه الاساسيه في كل العالم دلوقتي، انك انت تبقى من الصغر بتبتدي تاخد الطفل في اللغات دي في عفوا في تدريس العلوم الساينس والماس الحساب باللغه الانجليزيه، فده مش هيعيب يعني مش هيعيب خالص اللغه الام ولا نوع من انواع التطرف، ولا انك انت كده ما حافظتش على الهويه العربيه او اللغه العربيه. فبتمنى انه يكون في زي ما احنا بنقول كده اللي هو الحوار المجتمعي ودور مجلس النواب في استيعاب الاراء كلها، ويعني كده كده. طب ما انت يعني زي ما الدكتور مجد المنتج النهائي، طب ما المنتج النهائي انا ايه المشكله ان انا اديه، ما انت بعد كده هتعلمه. فهل انت الفكره كلها في انه العلوم والرياضه هي دي اللي يعني هتدعم اصول اللغه العربيه عند الاطفال؟ يعني ما هو بيدرس لغه عربيه، واللغه العربيه هي اللغه الام اللي هو عايش في البلد والبلد بيمارس اللغه دي، ويعني يعني يمكن شايفين ان انا مش مع الموضوع ده، انا مع اولياء امور اللي بيطالبوا باعاده النظر في القصه دي، ولكن هنشوف الايام اللي جايه هيكون فيها ايه. هناخد فاصل صغير وهنرجع لحضراتكم، وبفكركم طبعا بان احنا في هذه او في هذا الوقت عندنا العيد الحصاد النصف سنوي بالنسبه لقناه الكارما، واكيد يعني نتمنى ان تكونوا حضراتكم متابعين حلقات الهوا اللي بتكون في يعني بالنسبه لهذه المناسبه، ويكون في مشاركه ايجابيه ومشاركه فعاله من حضراتكم والكارما منكم واليكم، ومحتاجين ان انتوا على طول تبقوا في دعم لقناه الكارما وتواصلوا معانا الدعم وتكونوا فعالين في كل في الخدمة دي عشان نستمر معاكم. فاصل وهنرجع بعد شوية. انك تضحك رغم الألم كرازة، أخ حلو قوي، يعني أنت ما عدتش معايا غير 15 سنة، هيبقى أحلى سنة 15 سنة في حياتي. إنك تغفر رغم الجرح كرازة. بطلب من الشعب المصري كله يصلي للي عمله كده ليل ونهار، ونطلب من ربنا في الأول وفي الآخر يسامحهم وينور عينيهم للحقيقة، هم مضللين. انك تدي رغم الاحتياج كرازة. عايزه كمان اقول اختبار صغير ان احنا من حوالي 10 ايام طبعا احنا بنحضر عيد الحصاد، فكان يعني ما كانش بصراحه معانا فلوس نقدر نبعت، فبعتنا فلوس بالسلف. احنا ما كناش متضايقين ان احنا بنبعتها بالسلف، بالعكس كنا مبسوطين جدا، بس عايزه اقول ان ربنا اتمجد معانا، وامبارح بعت 4 أضعاف المبلغ اللي إنك تكون ظل لسيدك كرازة. الحب والغفران والعطاء أعظم كرازة. تابعونا في أيام عيد الحصاد على الكارما. مين اللي هيوصل رسالة ربنا؟ أخبار مصر، وفي ضبط أخطر خلية إرهابية داخل شقة سكنية في الجيزة كانوا بيستعدون لتنفيذ عملية إرهابية. تم القبض على أفراد خلية إرهابية مكونة من 6 أفراد كانت تختبئ بأحد الأبراج بمنطقة فيصل، وهذه العناصر كانت تخطط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بالقاهرة والجيزة. الأجهزة الأمنية رصدت تحركات أفراد الخلية ومتابعة تحركاتهم، وتمكنت من القبض عليهم داخل إحدى الشقق السكنية بشارع المطبعة بمنطقة فيصل. تحياتنا لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية. ايضا فاكرين حضراتكم كان في مقتل امين شرطه في القليوبيه بعد كان طالع في مهمه، واجهزه الامن في القليوبيه تمكنت من تصفيه عنصرين اجراميين
هما محمد سينحة وشقيقه صبحي سينحة، فيما تكثف جهودها لضبط ثالث في إطلاق النار على قوة أمنية من مركز شرطة القناة الخيرية اللي كان راح ضحية العملية دي، كان قتلوا أمين الشرطة خطاب حسيني محمد، وده كان يوم الاثنين الماضي. وردت تحريات لضباط مباحث أمن القليوبية بتواجد المتهم الأول في إحدى الشعب بمنطقة أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية. بمداهمة الشقة للقبض على المتهم بادر بإطلاق النار على القوات، فتم التعامل معه ولقى مصرعه. ودلت التحريات عن تواجد الشقيق الثاني في شقة بمنطقة الشيخ زايد، محاولة القبض عليه برضو، كان أطلق النيران ولقى يعني كان بيحاول يطلق النيران على القوات ولقى مصرعه في تبادل لإطلاق النيران. وبكده يمكن الخبر حتى كان بيقول إنه ده ثأر الصورة اللي حضراتكم شايفينها، ده أمين الشرطة خطاب حسيني محمد. والحقيقة كان الخبر انتشر بإنه الشرطة ثأرت لمقتل أمين الشرطة خطاب حسيني محمد، بنعزي كل أسرته. أيضا في خبر عن بالنسبة للبؤر الإجرامية بأسيوط، تم محاصرة عدد وضبط عدد 46 عنصر خطر. وأيضا الداخلية طاردت عناصر إجرامية في منطقة أبو الغيط بالأليوبية وضبطت 94 عنصر خطر. وكمان كان في مداهمة عناصر إجرامية كانت نتج عنها مصرع طفل داخل دار أيتام بطلقة طايشة، وهو الطفل حسن ميم بنعزي أسرته، لقى مصرعه أسر طلقة طائشة داخل دار أيتام بمدينة السادس من أكتوبر. هو طبعا واضح أيتام يعني، فيعني كل الناس وأصحابه يعني حاجة صعبة يعني يكون في إطار عملية أمنية وتيجي رصاصة في طفل يعني. ده كان القوة تابعة لإدارة تأمين أكتوبر، كانت بتتابع الحالة الأمنية بدائرة اسم أكتوبر، وحصل إنه في مطاردة من الشرطة فيها إطلاق نار، ففي رصاصة أصابت يعني أدت لوفاة الطفل حسن ميم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى. نيجي بقى لبعض الحاجات كده اللي هي بتبقى شوية مثيرة للجدل زي الفتاوى والحاجات اللي زي كده. وإحنا من وقت للتاني يعني برهامي كان الحقيقة ملوش حس اليومين اللي فاتوا دول، لكن الحقيقة وقفت بفتوى جديدة جدا نشرت في اليوم السابع، خبر حول فتوى جديدة لبرهامي تبيح وصلات الإنترنت بشرط عدم تصفح المواقع الإباحية. عارفين حضراتكم يمكن اللي مش من مصر مش فاهم إيه هي وصلات الإنترنت دي، أو دي وصلة المفروض إن أنت باسمها سرقة، يعني اسمها سرقة، انت بيبقى في نت عند محل، في نت عند حاجه، فبتعمل وصله كده بتوصلها لبيتك، وفي ناس متخصصين في ده بحيث ان هو بيدخل الشخص او لمنزل وصله من نت من حد تاني. فالحقيقه كان راح سؤال على موقع صوت السلف التابع للدعوه السلفيه، فقال السؤال ده بيقول له يعني شخص بيسال الحياه الدعوه السلفيه، بيقول لهم اعيش في منطقه نائيه نوعا ما، انا الوحيد اللي عندي نت وكنت عايز اعمل مشروع لتوزيع الانترنت على المنطقه كلها، مع العلم انهم ناس عاديه غير ملتزمين، فهل هذا الامر جائز ام سيكون علي اسم ما سيشاهدونه؟ ودي جزئيه تاني، ده بقى ده هو ده مدخل نت ومش هيديها لهم بالسرقه، لا ده هو هيعمل تجاره بقى فيها. بس الرد ايه بقى؟ فقال لك هو كان في جار، يعني بقيه السؤال بيقول له انه بيحتاج الانترنت عشان يتواصل مع اقاربه بالخارج، ولكن الحقيقه هو خايف انه لما يوصل وصله النت دي لاي حد من اللي في المنطقه انه يستخدموه في المخالفات الشرعيه، فما رايكم؟ فقال له انك انت اشترط عليهم الا يستعملوه في الحرام كالمواقع الاباحيه ونحوها، لو رضوا بالشرط جاز ذلك وليس عليك اسم فيما فعلوه بعد الشرط. يعني هو المفترض يحط الشرط ده، لو هم بقى فبكده هو ميبقاش عليه المسؤوليه، لو هم استخدموا النت ده في امور تانية يبقى المسؤوليه بتقع على الشخص نفسه. اما دكتور خالد منتصر، ويمكن كانت الفتره اللي فاتت بيتحدثوا عن موضوع خريجي الازهر، وهل من خريج الأزهر يوجد أي شخص إرهابي أو تكفيري؟ فالحقيقة كان شيخ الأزهر في تحدي، قال أنه أنا بتحدى أن يكون قد تخرج من الأزهر إرهابي أو تكفيري واحد. فالدكتور خالد منتصر بيرد عليه وبيقول له أنا أوافقك تماما يا فضيلة شيخ الأزهر، لكن لأنه لم يتخرج إرهابي واحد بس، ده تخرج أكثر بكثير، وعدد وكتير جدا من الصفحات كانت بتعدد الحقيقة بجايبة كده قائمة اللي هم الناس اللي خرجوا من الأزهر، ده اسم منهم يعني اسم من الأسماء دي، اللي هو أحمد محفوظ خريج كلية العلوم جامعة الأزهر، حسن جلال خريج كلية الشريعة والقانون جامعة الهندسة،
وجامعة الأزهر عفوا، وكان في عبد الله هلال خريج كلية الهندسة جامعة الأزهر. يبقى إذا أنت عندك ده إيه؟ ده العمليات اللي هي اللي هو الثورة نفسها كانت نشرة، وهي اللي كانت نشرة يعني الموضوع ده أسماء من الأسماء. كمان المهاجم في بعض في حادثة أخرى مقتل سائحتين ألمانيتين، كان قال لك إن المتهم اسمه عبد الرحمن شمس شعبان من مدينة إلين بكفر الشيخ، يبلغ من العمر 28 سنة، تخرج من فين؟ كلية التجارة جامعة الأزهر. زي ما بقول لكم في لستة اتكتبت كده، ودعم للستة دي ببعض الأسماء، دول هم نفس المجموعة اللي هو حسن محمد، واللي برضو كان الدكتور خالد برضو بيتحدث عن إنه الأزهر ليس من وظيفته تخريج مهندسين وأطباء وزراعيين ومحاسبين. لا يمكن في أي بلد فقير بيحارب التطرف أن يصرف 12 مليار جنيه من أجل تخريج رجال دين يفتي أحدهم بأن دم لاعبي المنتخب المفطرين حلال، والآخر يصف المسيحيين بالكفرة وبأن عقيدتهم فاشلة، والثالث بيبيح زواج الطفلة ذات 6 سنوات بشرط أن تكون معلش يعني، والرابع وأربعة وواحد يفتي بنكاح مش عارف البهائم، والتاني برضاع كبير، والثالث بتكفير منكر العلاج ببول الإبل، وسابع يخترع لنا طبا جديدا بقوله أن أقصى مدة للحمل هي 4 سنوات. ده نموذج برضو للقصة بتاعة تخريج اللي هي جامعة الأزهر وعموما. لكن أنا برضو عايز أرجع لكم باللستة اللي تم تجمعها عن خريج الأزهر، واللي هم ردوا بيها على الشيخ الأزهر بأنه هو مش واحد، ده هم كتير. فدكتور من الناس اللي هي من خريجي الأزهر اللي كانوا شاركوا في عمليات إرهابية، عمر عبد الرحمن كان دكتوراه من كلية أصول الدين، محمد سالم رحال مؤسس تنظيم الجهاد الإسلامي في الأردن كلية أصول الدين، أبو بكر الشيكاو زعيم بوكو حرام خريج شريعة وقانون، أبو أسامة المصري قائد تنظيم ولاية سيناء من خريج الأزهر، أبو ربيع المصري زعيم تنظيم القاعدة بالبصرة شريعة كان شريعة وقانون، عبد الله عزام الأب الروحي لتنظيمات الجهاد الأفغانية لسانس أصول فقه من الأزهر، عبد رب الرسول سياف رئيس الاتحاد الإسلامي الأفغاني ماجستير الحديث، برهان الدين رباني ثاني رئيس لدولة المجاهدين في كابول ماجستير في الفلسفة الإسلامية، مولاي قاسم حليمي القائد الطالباني بكالوريوس في أصول الفقه الإسلامي من كلية الشريعة. وطبعا زي ما شفنا الصور اللي عرضناها قدام حضراتكم بالدليل عن بعض العمليات الإرهابية اللي حدثت في خلال العام الماضي، واللي ومنهم هم كان لواء الثورة نشرين هوية الناس اللي نفذوا عملياتهم، وشفنا كلهم خريجي الأزهر. فطبعا دي هي مشكلة كبيرة جدا، واعتقد انه الموضوع هنا مش داخل في تحدي لان في وقائع، الموضوع داخل في انه ايه هي المناهج اللي احنا بنتكلم عنها دايما والكتير بيتكلموا عنها، المناهج اللي في الازهر اللي للأسف الشديد بتغذي افكار هؤلاء الشباب اللي بعد ما بيتخرجوا من دراستهم يبتدوا يتم تجنيدهم في جماعات ارهابية، وهو ده الخطر الكبير زي ما يعني حضراتكم زي ما شفنا كده من ضمن كل الحاجات اللي تم عرضها. نيجي بقى برضو بالنسبة للتعليق على موضوع خالد على موضوع محمد صلاح، وبرضو من دكتور خالد منتصر القصة اللي هي كانت زي ما قلنا برضو لحضراتكم الحلقة اللي فاتت وريناكم، كانت الجزء الخاص بأنه الناس هتدخل الإسلام عشان خاطر أجوان محمد صلاح، وأنه الأزهر برضو مرصد الأزهر كان الحقيقة بيفتخر بهذا الأمر، وأنه العنوان الخبر اللي كان من روسيا اليوم معلق عليه دكتور خالد اللي هو كلما سجل مرصد الأزهر بيقول كده كلما سجل صلاح هدفا ازداد الإسلام إشراقا في أوروبا. فالحقيقة دكتور خالد بيقول له طب والأوف سايد، هل ده يعني غروب الإسلام؟ يعني لو صلاح جاب أوف سايد، لو الكرة خبطت في العارضة ده معناه أن الناس مش هتدخل في الدين أفواج؟ والكارثة لو محمد صلاح جاب جون في فريقه غصب عنه، ده حقيقي بقى أصعب من غزوة أحد. حرام عليكم يا عالم، ياهو حالة الدروشة دي هتضيعوا صلاح وهتضيعوا البلد وهتضيعوا الدين ومعناه وروحه وتحوله لمجرد هتافات ألتروس. يعني ان انت هتحول موضوع زي ما قلت لكم انه قصه ان دخول الاسلام مش قصه جون، مش قصه حد نابغ في حاجه معينه، لا دي موضوع الدخول في الاديان واعتناق اديان ده دراسه وفحص ومناقشات عشان يبقى فيه دخول لدين، مش لمجرد ان محمد صلاح جاب جون
وزي ما قلت لهم برضو ده ما يفرحكوش الحقيقة ان محمد صلاح جاب جون، فتلاقي واحد بيشهد الشهادة عشان محمد صلاح جاب جون. فيعني طب ده يعرف ايه كده عن الاسلام؟ هل الاسلام هو جون محمد صلاح؟ يعني عفوا انا اسفة يعني، بس زي ما برضو زي ما بنقول انه ما ينفعش برضو حد يجي للمسيح لأي هدف، او لانه شاف لاعب متميز، او لانه شاف عالم حتى متميز. هو لما يجي للمسيحية جاي للديانة بيدرس وجاي عن اقتناع. فالمفروض برضو محاضراتكم تشجعوا اللي بيجي للإسلام يبقى عن اقتناع، مش لمجرد ان لعيب جاب جول. نيجي بقى لسد النهضة. أثيوبيا تعلن استضافة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، والإعلان ده كان النهاردة إنه إن شاء الله أثيوبيا هتستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، وهتعقد في فندق إيلالي أديس أبابا. الجولة الجديدة هتكون على مستوى وزراء الري بالدول الثلاث، أثيوبيا مصر والسودان. الخبر الحقيقة ما قالش إمتى هيتم الاجتماع ده، ولكن إن أثيوبيا هتستضيفه. ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قال، طبعا الرئيس الوزراء الجديد اللي هو من قبيلة الأورومو، قال إن بلاده تتفهم مسألة تقاسم المياه مع مصر والسودان بمسؤولية كبيرة، تحرص على تحقيق الفائدة الخرطوم والقاهرة. وده كان في مؤتمر صحفي، وقال فيه ما عندناش أي نية أن يتضرر السودان أو مصر، وإنه في اتفاق للمبادئ سيساعد الدول الثلاثة على خفض الجانب السلبي وتعزيز مصلحة السودان ومصر وأثيوبيا. ده كويس وجاي من وكالة أنباء سودانية، ولكن زي ما بنقول كل التصريحات دي محتاجة إن هي توثق في المفاوضات اللي هي المفترض إن كانت تخلص خلال شهر من الاجتماع اللي كان في الخرطوم، وللأسف الشديد لم تنتهي بعد. أما كان كشف جديد لكشف بترولي وحقل بترولي جديد أعلنت عنه إيني الإيطالية. أعلنت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز أن هناك كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر في امتياز جنوب غرب مليحة، والذي تملكه الشركة بالكامل عبر وحدتها إيوك. وإيني قالت في بيان صحفي نشر بالأمس على موقعها أن الإنتاج بدأ من البئر الجديد بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف. مسؤول وزارة البترول المصرية في تصريحات لرويترز قال أنه جاري حاليا تقييم احتياطيات النفط بحقل فاغور الذي يضم الكشف الجديد لإيني. وطبعا يعني دي كلها زي ما بنقول خطوة جميلة جدا، وإن شاء الله يعني مصر تنطلق انطلاقة جديدة في الكشف الغاز. انترفاكس الروسية برضو بتقول أنه السيسي هيكون في روسيا الاثنين المقبل. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمقرر عقده يوم الاثنين المقبل في العاصمة الروسية موسكو. وحفل التنصيب هيختلف عن السابق. مشاركة السيسي تأتي وسط تعميق العلاقات المصرية الروسية وتأكيدا عليها، حيث يتمتع بوتين بعلاقة جيدة جدا مع الرئيس السيسي. وكمان هيكون في بعض على الجانب، هيكون في مناقشة، وانتوا عارفين طبعا الاتفاقيات اللي ما بين مصر وروسيا، موضوع أكبرها طبعا وأهمها المحطات النووية، وكمان في جانب اقتصادي مهم جدا. روسيا بتقدم لمصر قدرات عسكرية روسية متقدمة، وكان في وعد بوتين، كان وعد بوتين الرئيس السيسي بأنه هيكون معه في الأزمات الإقليمية، فدي برضو حاجة ممتازة. صحيفة فاينانشال تايمز وكتير جدا قالوا ان دي حاجة جميلة ان احنا نلاقي الصحف الامريكية والبريطانية بدأت تكتب عن انه خطوات الاصلاح الاقتصادي في مصر بدأت تؤتي بثمارها، وانه بيتكلموا حلو عن مصر. يعني بتلاقوا صحف كتيرة جدا من المتخصصة في الاقتصاد، وسواء امريكية او بريطانية، بتتكلم بشكل جميل دلوقتي عن مصر. فاينانشال تايمز البريطانية كانت بتقول بعد مضي 18 شهر على بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي تم الاتفاق عليه من صندوق النقد الدولي، انه دلوقتي رجال اعمال ومحللون بيقولوا ان تلك التدابير القاسية اللي كان على رأسها تعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة بالفعل تؤتي بثمارها. وده كان في مقال في صحيفة فاينانشال تايمز، كان هذا المقال والتقرير نشر يوم الأربعاء القادم على الموقع الإلكتروني، واللي أشادت الحقيقة باحتمال الشعب المصري، وبأنه فعلا الحمد لله بدأت دلوقتي بشهادة رجال أعمال كثيرين ومحللون اقتصاديين أنه بالفعل مصر بدأت تجني ثمار هذه الإجراءات الاقتصادية اللي كانت صعبة على الشعب المصري.
في كمان رمال الزعفرانة أكبر ثورة أكبر ثروة عفوا ضائعة في مصر. ويمكن الحاجات اللي دايما بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يا جماعة بتكون برضو مش فكرة نقد أو فكرة إنه حاجة، لا بالعكس، ممكن الحاجات اللي بتنتشر دي تكون نصيحة، تكون لفت نظر. منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر ومنطقة الرمال البيضاء كالثلج أكبر ثروة مصرية ضائعة، نصدرها للصين $20 للطن، وتنقى ويعاد تصديرها إلى أوروبا لتصل إلى $10,000 للطن. بتدخل في الرمال دي بتدخل في صناعة الزجاج البلور والخلايا الشمسية ورقائق الكمبيوتر والإلكترونيات. لماذا لا تدخل مصر كشريك معهم؟ وده كان أستاذ علاء محمد مصطفى هو اللي كاتب الموضوع ده. وزي ما بقول لحضراتكم إنه الحاجات دي كلها تكون حاجة يعني للفت النظر، إنه ليه فعلا مصر بدل ما هي $20 وبعد كده $10,000 تتباع بعد تنقيتها، طب ما مصر تدخل في الصناعة دي. طبعا احنا برضو داخلين في صناعة تسييل الغاز ودي حاجة جميلة، لكن ليه ما يبقاش كل ثرواتنا نحاول ان احنا اللي نستفيد منها بشكل مباشر، مش نصدرها لحد وبعدين الحد ده هو اللي يستفيد منها الاستفادة الأكبر. في موضوع خطير على فكرة بقى اتكتب عنه، وهو انه في تعرفين حوادث العربيات لما بتبقى حادثة جامدة جدا في العربيات، في حاجة اسمها اللي هي الايرباك، اللي هي بيسموها ايه بالعربي، وسادة هوائية. فحصل حادث في منذ ايام، وقع حادث بين سيارتين بمدينة نصر، والحادث ده نتج عنه انه الدكتور صيدلي اللي كان سايق العربية اتذبح. طب ايه ده حادثة وجاب الذبح؟ ايه اللي جاب الذبح في الموضوع؟ فازاي يا جماعة يبقى في حادثة عربية تصادم عربيتين ونلاقي السائق يتذبح؟ فالحقيقة لقوا انه انفجار الوسادة الهوائية للسيارة ادى لتطاير اجزاء حادة من عجلة القيادة تسببت في ذبح السائق. شايفين الصورة؟ عجلة القيادة طلعت واجزاء منها من الحديد ده دخلت في رقبة الدكتور الصيدلي، يعني ربنا يعزي اسرته. الفكرة يا جماعة انه في مشكلة عيب صناعة في كبسولة الايرباج المصنعة من شركة اسمها تاكاتا. الشركة دي شركة يابانية بيلجأ لها كتير من مصنعي السيارات لاستخدام نظام الايرباج في سيارتهم. فبدل ما يصبح الايرباج وسيلة لإنقاذ الأرواح من الحوادث بيبقى أداة قتل مباشرة. تم اكتشاف المشكلة في أمريكا عام 2009 لما اصطدمت سيارة ساد بسيارة أخرى، سيارة سيدة بسيارة أخرى، فانفجرت كبسولة الايرباج في وجهها أدت لقطع عميق في رقبتها، واتضح إن كانت كبسولة الايرباج من شركة تاكاتا. للأسف إنه المادة اللي بتبقى جوه الاير باك دي أو الوسادة الهوائية بتتأثر بالرطوبة وتقلبات درجة الحرارة، وخصوصا إذا مر عليها أكتر من 6 سنوات. والمادة الكيميائية المستخدمة في الكبسولة هي مادة شديدة الانفجار بتستخدم في تفجير المحاجر، وإنه المفروض إضافة مواد أخرى لتقلل من قوة انفجارها. وفقا لما ذكرته بعض المواقع تم حدوث 22 حالة وفاة و 230 حالة إصابة بالغة بسبب هذا النوع. ونتيجة المطالبات الحقوقية والتعويضات أعلنت الشركة المصنعة إفلاسها من كثرة المطالبات، لأن نظامهم تم تركيبه في حوالي 2,300,000 سيارة مختلف ماركات السيارات حول العالم. ولهذا السبب استدعت بعض شركات السيارات حول العالم مدلتها للتخلص من هذا النظام، والمقرر الانتهاء منه في 2019. طب هنا فين المشكلة والناس تعمل إيه؟ يا جماعة لازم يكون في مصر رقابة على نوعية العربيات دي، ولازم يكون في دراسة للموضوع ده، وإنه ما ينفعش إن بواقي العربيات اللي العالم بيستغنى عنها تدخل مصر وتتباع مقابل على أساس إنها بتتباع بأسعار أرخص. فخلوا بالكم، وده طبعا منوط بيه بعد الحادث ده، إنه المعنيين باستيراد السيارات وإنه الحكومة المصرية تحاول إن هي تحط يعني أمور أخرى في الاستيراد وتكون من ضمن الفحص ده قبل ما تدخل عربيات وتتباع وتتسبب في حوادث، إنه يكون إنه يشترط إنه ما تكونش الوسائد الهوائية دي لعربيات قديمة مر عليها 6 سنين، أو إن هي تكون تاكاتا دي الشركة دي. والكلام ده على فكرة لما بيكون في عربيات بتتصنع من مصانع يعني موثوق فيها المفروض إنه بيتكتب تاريخ العربية، وانه لازم الشريك اللي هم اللي بيستوردوا العربيات دي في كل مصر يكون عندهم ليست بالمحظورات دي، لانه يعني انت بني ادم، حياه بني ادم. يعني النهارده هو فرح بانه جاب عربيه بسعر ارخص والعربيه دي دخلت وهي ممنوع ان هي يعني يتم يعني الحاجات اللي زي كده على فكره بيعدموها في العالم كله طالما ان في شركه، وزي ما قال لك الشركه قفلت.
فبالتالي ما ينفعش انه يكون الموضوع ده لسه مستمر. يمكن خدتوا بالكم الحوت الازرق والدنيا دي بدات تهدى شويه، لكن بدات تطلع لعب تانية، تنين ازرق، بيوت النار، وقال لك انه في لعبه اسمها بيوت النار كانت سبب حرائق في كفر الشيخ. فمعرفش هل نجح فعلا بيان النائب العام اللي كان بيشيد بكل شركات والدنيا ان هم يعملوا حظر اللعبه دي، لعبه الحوت الازرق. طيب اللعبه الثانيه بقى اخبارها ايه؟ فاتمنى انه يعني طبعا في برلماني حاول ان هو شريف الورداني، وبيقول ان هو برضو كان في لجنه، اجتماع لجنه الاتصالات بمجلس النواب، وعمل طلب احاطه علشان يتخذ اجراءات تشريعيه واخرى توعويه لمواجهه تحميل اللعبه من جانب الاطفال. يبقى ما جابهاش عندنا الحوت الازرق بس، عندنا العاب تانيه والعاب خطيره، والمفترض انه برضو يتم رفع الامر للمسؤولين وللنائب العام علشان ياخد اجراءات برضو حيال هذه اللعب كمان، لو كان بالفعل تم اخذ حاجه حيال الحوت الازرق. احنا لينا فتره ما سمعناش حاجه على الحوت الازرق، كان في كام يوم ورا بعض كده حالات 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 انتحار بسبب الحوت الازرق، والبنت اللي ولعت في وتسببت في وفاه والدتها واخوها ومش عارف ايه، ولينا فتره فعلا ما بنسمعش عن حاجه، بس ابتدينا نسمع بقى عن ايه لعب تانية وبتتسبب برضو في حرائق وكوارث. فالاتصالات كانت ردت وقالت حجب الحوت الازرق بالكامل مستحيل، ونجتهد بقوه لمواجهه اللعبه. طيب احنا بنتكلم الاتصالات بقى ان انتوا عندكم العاب تانية مش بس الحوت الازرق، تحاولوا ان انتوا تواجهوها. نيجي بالنسبه للاستعراض، خلينا ناخد بس جرايد بكره بسرعه كده علشان ننقل للشرق الاوسط والعالمي. الجرايد بالنسبه اللي هي جرايد السبت يعني اللي بتبقى اخبار الجمعه، الخارجية: مصر لن ترسل قوات خارج أراضيها. هنتكلم في الموضوع ده بعد قليل. مشروع تطوير التعليم يثير أزمة وتكلمنا فيه. القاهرة تشارك في الاجتماع 18 للجنة سد النهضة وتطالب بالإسراع بالمفاوضات. زي ما بقول لحضراتكم انه مش مكتوب برضو، كان عندي في الخبر يمكن الخط الصغير طبعا مش هنعرف امتى. أديس أبابا والخرطوم: حصة مصر من المياه ثابتة. انتخاب محمود عباس رئيسا لفلسطين، والوفد يكرم المنتخب والأهلي ورموز الرياضة في بيت الأم. خلينا ناخد اللي بعدها. الأخبار، أخبار اليوم: الحكومة استعدت لاستقبال رمضان، 100 معرض للسلع بالمحافظات و20 ألف طن لحوم ودواجن. كل سنة حضرتكم طيبين. موضوع انتوا زي ما انتوا شايفين مصر لا ترسل قوات خارج اراضيها الا وفقا لاليات دستوريه. ليه يا جماعه الموضوع ده مثار؟ علشان خاطر الكلام اللي كان دونالد ترامب اشار اليه، وبيقال برضو انه كان في مطالبه لمصر ان هي تشترك في قوات تروح سوريا بدل القوات الامريكيه، عشان القوات الامريكيه تمشي ويبقى في قوات عربيه. والقوات العربية دي كان الأول اتقال إنه أكترية المشاركة هتكون قوات سعودية، لكن بدأ الأمر يجي ناحية إن هتبقى في قوات مصرية كمان ومفيش قوات إماراتية. فمصر خلصت الموضوع ده عن طريق تصريح من سامح شكري بأن مصر لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقا لآليات دستورية، واللي هم بيشاركوا في قوات حفظ السلام فقط لا غير. يعني مفيش قوات هتروح لسوريا، مفيش قوات مصرية هتروح لأرض سوريا. تشكيل حزب من الأغلبية يثير صراع مع القوى السياسية بالنواب. تحصيل 420 مليار جنيه ضرائب في 10 شهور. وفي بالنسبة للجاليتين اليونانية والقبرصية رسالة سلام للعالم من تحت سفح الأهرامات. يعني هم بيعملوا زيارات جميلة جدا، وزي ما قلنا رسالة جميلة للعالم كله. كمان موضوع استطلاع هلال أسواق رمضان، أخبار اليوم: بتستطلع هلال أسواق رمضان، الحكومة تحاصر الغلاء بزيادة العروض والمنافس الثابتة والمتحركة. يعني ده مش هلال رمضان، ده هلال أسواق رمضان، بحيث أن يكون في الأسعار إيه واللي هيتوفر إيه. وطبعا في برضو مشاركة في اللي هي بتبقى كرتونة رمضان، والحياة في برضو مشاركة جميلة جدا المصريين عموما مسيحيين ومسلمين في تجهيز الكراتين دي ودعمها علشان برضو توزع على الناس المحتاجين في خلال شهر رمضان. والغرف التجارية بتقول لكم لا زيادة في أسعار اللحوم والدواجن. اليوم السابع برضو زي ما قلت لحضراتكم الخبر ده خبر رسمي ورئيسي اهو في كل الصحف: مصر لا ترسل قوات عسكريه خارج اراضيها، مثلث مسبير وجاهز للتطوير، مفاجات امام البرلمان في مناقشه الحساب الختامي للموازنه. الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف في حوار لليوم السابع: لن نسمح لغير ائمتنا بتنظيم الاعتكاف وصحات العيد، برضو خاص برمضان. 22 ألف ملتقى ثقافي هيتجهز في رمضان، وهيكون في تريليون جنيه حصرا مبدئيا لاصول الوقف. وفي بعض الاخبار الفنيه على الجانب الشمال.
النهاردة الجمعة. بالنسبة للفلسطينيين الجمعات دي جمعات مهمة جدا. الجمعات دي كل جمعة بيكون في مسيرات. المسيرات دي بآلاف المتظاهرين من الفلسطينيين بيحتشدوا على حدود غزة مع الأراضي المحتلة. وهذه المسيرات لاستعادة باسم استعادة الأرض أو الأراضي اللي هي المحتلة من الجانب الإسرائيلي. النهاردة كانوا مسميين الجمعة جمعة عمال فلسطين. خلال الجمعة اللي فاتت من 30 تقريبا مارس لغاية دلوقتي، وهم هيستمروا في هذه الجمعات لغاية الموعد اللي هو هتحتفل فيه إسرائيل بالاستقلال بتاعها، واللي هو المفترض انه هتتنقل فيه السفارة الأمريكية للقدس، وكان بيقولوا ترامب هيحضر أو مش هيحضر. فالفلسطينيين كانوا بدأوا يعملوا موضوع ان هم يبقى فيه المسيرات دي، وبيحتشد فعلا آلاف. الفترة اللي فاتت كلها كان بيبقى فيه تعامل مع الجيش الإسرائيلي تعامل حاد جدا، وكان كل يوم جمعة نلاقي انه فيه أعداد اتقتلوا وإعداد اتصابوا، لأن الإسرائيليين على الحدود وبينبهوا وبينزلوا منشورات إنه ما يقربوش الفلسطينيين، ما يقربوش من السياج الحديدي ده أو السياج اللي انتوا شايفينه ده، ولا يعبروا المنطقة اللي هي الفصلة اللي بين قطاع غزة وبين الأراضي الإسرائيلية. الحال النهاردة بالرغم من أنه الفلسطينيين كانوا بيفتخروا بأنه في البعض قدر أنه يعبر هذه الحدود، لكن القوات الإسرائيلية بشهادة الكل النهاردة كانت تعاملها مختلف عن التعامل اللي فات. النهاردة كان في إصابات بتتراوح ما بين 170 ل 300 حاجة زي كده، وأنه ما فيش قتلى النهاردة، ما فيش ضحايا، لكن على مدى الجمعات اللي فاتوا كان في ضحايا. فالكل بيقول يبدو أنه إسرائيل بدأت تهدي من ردة الفعل. الفلسطينيون يواصلون مظاهراتهم للأسبوع السادس على التوالي ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، واللي بينظمها الفلسطينيون رجال ونساء وأطفال. عشان كده الجمعات اللي فاتوا كنا بنلاقي أن في أطفال ونساء كانوا بيقتلوا في المواجهة من الجيش الإسرائيلي. والمظاهرات دي بتيجي على بيقفوا عند الشريط الحدودي لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة. آلاف الفلسطينيين النهاردة تظاهروا ظهر الجمعة، وزي ما قلت لحضراتكم النهاردة سموها جمعة عمال فلسطين. ليه؟ علشان عيد العمال اللي كان 1 مايو. والإصابات النهاردة كانت إصابات فقط، ما كانش فيه وفيات. الجدل الثاني بقى اللي ليه علاقة بالرئيس الفلسطيني لما كان في تصريحاته وأشار إلى أنه بعض الإشارات اللي إسرائيل وبعض الأوروبيين فهموها على أنها معاداة للسامية، وبدأت ردود الفعل تكون قوية جدا ضد الرئيس الفلسطيني وشجب وإدانة، مما دعا الرئيس الفلسطيني أنه يقدم اعتذار رسمي عن تصريحات بالنسبة لمحارق اليهود. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتذار رسمي بعد توجيه انتقادات له بعد تصريحات بشأن اليهود ومحرقة النازي اللي هي المحارق النازي. وأكد في اعتذاره محمود عباس أنه لا معاداة للسامية، أدانا معاداة السامية، وقال أن المحارق النازية أبشع جريمة شهدها العالم. وأضاف محمود عباس أنه يحترم الديانة اليهودية. ولكن رئيس الوزراء الحياة بنيامين نتنياهو وأيضا قيادات إسرائيلية الحقيقة قالت أنه هذا الاعتذار بمثابة يعني مجرد يعني ماء الوجه كده، ولكن الحقيقة بدأوا يقولوا إنه محمود عباس ياما كتب كتب عن موضوع معاداة السامية، وإنه اعتذاره ده ما يعتبرش نهاية المطاف. في كمان زي ما قلت لحضراتكم على رأس هؤلاء ليبرمان بيرفض اعتذار عباس في تصريحاته، وزي ما بقول لكم قال على تويتر ان ابو مازن اساسا منكر الهولوكوست البائس، كتب شهادة الدكتوراه حول انكار الهولوكوست ونشر كتاب عن انكار الهولوكوست، وهكذا يجب ان نتعامل معه، واعتذاراته ليست مقبولة. والرئيس الفلسطيني زي ما قلنا ان هو كانت في بعض التصريحات اللي بدأ الكل يفهمها انها معاداة للسامية. قلت لكم موضوع طبعا وزير الخارجية سامح شكري بأنه أكد على أنه لن ترسل مصر أي قوات عربية لسوريا، ولكن قال أنه برضو في مباحثات في الأمر ده، وأنه إرسال أي قوات هيكون تبع يعني هيكون ضمن الدستور وضمن قوانين الدستور اللي بتحكم إرسال أي قوات في أي دولة أيا كانت.
الخارجية الأمريكية بتقول إنها بتراجع برامج المساعدة لسوريا بما في ذلك الخوذ البيضاء، وده بطلب من دونالد ترامب بعد القصة اللي كانت انتشرت الفترة اللي فاتت والفيديو الشهير اللي كان نشروه بالنسبة للخوذ البيضاء على الموضوع الكيماوي اللي حصل في دوما، وبدأت إشارات إلى أنه الخوذ البيضاء بتاخد دعم مالي من بريطانيا ومن مخابرات ومش عارف إيه، واحتمال بقى الله أعلم إذا كان في ضغوط معينة ولا إذا كانت سياسة دونالد ترامب عموما بالنسبة أنه يقلل القوات في سوريا وكمان يقلل الدعم لأي جماعات موجودة في سوريا، فبيناقشوا موضوع أن هم يبقى فيه دلوقتي عدم يعني لإما تقليص المساعدة لإما أنهم مش هيساعدوا الخوذ البيضاء اللي هي مجموعة نشطت في الفترة اللي فاتت بأن هي بتساعد المصابين في أي ضربات أو في أي حاجة بتحصل. والخوذ البيضاء بتقول ان احنا لم نتلقى من واشنطن ما يفيد بقطع دعمها المادي لنا. وموسكو برضو طبعا موسكو من ساعة موضوع الكيماوي ده وهم مركزين على من يمول الخوذ البيضاء في سوريا. وكان في مؤتمر صحفي المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت انه تمويل الخوذ البيضاء في سوريا بيتم عبر خطط دقيقة ومتطورة، وفي جدل كبير قوي. وبالمناسبة على فكرة منطقة منظمة حظر الكيماوي بالفعل أخذت العينات من دوما وقالت ان هي هيستغرق تحليلها 3 او 4 اسابيع. راحت فين في الاخذ العينات؟ في المنطقة اللي كانت ظهرت في الفيديو بتاع الخوذ البيضاء اللي اتقال انه ده اتضرب بالكيماوي. بالنسبة بقى لدونالد ترامب هنا اليومين دول في كده امور كتيرة فيها جدل. اولا كان المحقق مولر كان قال ان هو عايز يستدعي دونالد ترامب علشان استجوابه في موضوع التدخل في الانتخابات، تدخل روسيا في الانتخابات الامريكية، ودونالد ترامب رد وقال انا مستعد لاستجواب المحقق مولر بس بشرط انه يكون عادل ونضمن انه مفيش اتجاهات سياسية معينة. وده كان تصريح او يعني تحول واضح في موقفه. ترامب قال للصحفيين في البيت الابيض انا ما عنديش مانع ان انا اتكلم ومفيش حد بيبقى عايز يتكلم اكتر مني، انا ما ارتكبتش اي خطأ ولكن لازم اضمن ان تعامل مولر هيكون بشكل عادل معايا اذا كان مطلوب مني ان انا اتكلم في القضية دي. كمان ترامب النهاردة اكد موعد، تحديد موعد ومكان لقائه مع كيم جونج اون، بس ما تقالش برضو امتى، ولكن بيقول ان احنا وصلنا بالفعل لتحديد موعد. الحاجة التانية برضو انه رئيس كوريا الجنوبية كان اشاد بدور دونالد ترامب بالنسبة للسلام اللي حصل بين الكوريتين، وبيطالب بانه بيقول ان ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام. وبعد الاجتماع اللي احنا شفناه ما بين الكوريتين كيم جونج آن قال ان احنا ملتزمون باخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وعملوا حاجة جميلة برضو الكوريتين بان هو التوقيت كان في 3 دقائق فرق بين التوقيت الكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وتم توحيد ساعة الكوريتين بعد طبعا الاتفاق والبداية الجديدة في السلام بين الكوريتين. كمان كوريا الشمالية أزالت مكبرات الدعاية الصوتية، وكل ده زي ما بنقول أي حاجة بتسيء لأي طرف من الدولتين بينهم وبين بعض بيكون في توافقات. برضو في موضوع ترامب بيغرد بشأن تعويضات صفقة الممثلة الإباحية اللي برضو مش عايزة تنتهي، واللي حصل انه كان في تصريحات قلبت الدنيا شوية بانه التصريحات دي كانت من واحد من المسؤولين قال انه بالفعل الرئيس الامريكي عارف انه محاميه هيدفع 130,000 دولار لهذه الممثلة، واللي قال التصريحات دي هو رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق، وبناء عليه دونالد ترامب رد في تغريدات بأنه بيكذبه، ولغاية دلوقتي التساؤل من الكاذب في هذه القضية، ومحامي الممثلة الإباحية دي بيقال أنه هو هيستغل هذا الأمر في الفترة اللي جاية. وزي ما بقول لكم ترامب يمكن يحضر افتتاح السفارة الأمريكية في القدس بس برضو لسه مش متأكدين. بتمنى نكون غطينا لحضراتكم أغلبية الأحداث، إن شاء الله انتظرونا في الأسبوع القادم والمزيد وما وراء الأحداث. إلى اللقاء.